السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد بس المرة دي إفريقي. كل الدعوات للنادي الأهلي إن شاء الرحمن في مباراة النهاردة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا. البطولة اللي بدأها الأهلي سنة 76 واستمر فيها وبقى أكثر فرق الأفريقيا على الإطلاق حصولا على البطولة بثمان ألقاب، بدأها 82 و87 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013. أميرة القلوب، أميرة أفريقيا، البطولة الأهم والأكبر والأعظم على المستوى الإفريقي. مين يحمل لقبها ومين كمان يكون متسيدها ومين يكون على زعيمها؟ مفيش غير النادي الأهلي. بالتأكيد هي بطولة عزيزة على كل الأهلوية وعزيزة على كل المصريين بشكل عام. كل التوفيق النهارده ان شاء الرحمن للنادي الاهلي في مباراه في منتهى الاهميه. الاهلي والحريه او حوريه الغيني ايا كان اسمه، لكن في النهايه الاهلي ان شاء الرحمن يعمل حاجه كويسه ويعمل نتيجه كويسه باذن الله. تشكيله ملعب النادي الاهلي النهارده او تشكيله ملعب الاهلي في لقائه المهم مع حوريه الغيني هتكون مكونه من كابتن عادل طعيمه، كابتن حماده صدقي، وكابتن اسامه حسني. مباراه في ذهاب دور الثمانية زي ما قلت لحضراتكم وبأكد مرة تانية، هي أولى المباريات النهاردة في دوري الثمانية على الإطلاق، الأهلي مع حورية الغيني، وبعد كده هيبقى موجود وفاء سطيف الساعة 9 النهاردة هيواجه الوداد المغربي، اللقاء الأول طبعا هيبقى في الجزائر، وبكرة بإذن الله هيبقى أول أغسطس مع مازيمبي الكونغولي. الترجي التونسي هيواجه النجم الساحلي في لقاء ديربي خاص بتونس. على العموم كل التوفيق للأهلي خطوة خطوة. البطولة الأفريقية بتمشي مراحل، مرحلة من دور ال 32 وبعد كده إن شاء الرحمن يعني دور المجموعات وبعد كده الأدوار الفاصلة سواء كان دور 8 أو الأربعة أو النهائي بإذن الله. عندي خبرين، واحد حلو وواحد وحش. الأول إن نضاي اللي هو الحارس الأساسي، خادم نضاي اللي هو الحارس الأساسي اللي كان موجود مع منتخب السنغال في كأس العالم والأساسي بالنسبة للحرية الغيني والأساسي لمنتخب السنغال، مش هيلعب النهاردة لحصوله على الإنذارين. حصل على إنذار في مباراة سان داونز الأولى اللي كانت في غينيا وتم التعادل فيها أو انتهت بالتعادل 2-2، والمباراة الثانية اللي حصل فيها على الإنذار الثاني كانت برضو مع سان داونز بس المرة دي كانت في جنوب أفريقيا. ده الخبر الحلو. الخبر الوحش إن بكاري جسامة هو الحكم الذي سيدير مباراة العودة ما بين الأهلي وحورية الغيني. وما أدراكم ما بكاري جسامة؟ واللي ناسي أفكره مباراة الوداد المغربي هناك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، البطولة اللي كان أحق بيها النادي الأهلي بعد سلسلة من اللقاءات والإنجازات والأرقام القياسية، سواء كان فوزه على الترجي 2-1 الأهلي هناك في تونس أو فوزه على النجم الساحلي 6-2 هنا في برج العرب، وكان مرشح الأقوى للفوز باللقب، لكن بكاري كسامة كان له رأي آخر لو تتذكره هناك في المغرب. وأنا استغربت جدا من إدارته للقاء، وهو واحد من المصنفين على المستوى الإفريقي أو إن لم يكن المصنف الأول، وكان حكم النهائي 3-4 مرات متتالية للبطولة ديت، لكن كان غير موفق خالص في إدارته للقاء، كان متجني بشكل كبير جدا على النادي الأهلي، كان محجم اللقاء بشكل وحش جدا على النادي الأهلي، لكن بيتم إسناده أو بيتم إدارته أو قيادته للأمور التحكيمية في مباراة العودة اللي هتقام إن شاء الرحمن بإذن الله يوم 22 اللي جاي. واللي أكد العميد محمد مرجان أنه تلقى اتصال من العميد ثروت سويلم بيأكد فيه أن المباراة هتتلعب على استاد السلام. يا رب إن شاء الرحمن تتلعب بإذن الله في القاهرة، ودي حاجة كويسة بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي أيا كان الوضع في القاهرة أو خارج القاهرة. الأهلي عنده هدف واحد، لكن لما بيبقى في المباراة في القاهرة هنا بالتأكيد هتبقى حاجة كويسة. يوسف السرايري هو حكم لقاء النهاردة الأهلي مع حورية الغيني في تونس، في غينيا، وهو طاقم تحكيم تونسي عنده 41 سنة. الحكم يوسف السرايري جنسيته طبعا تونسي، وهو مدرس ابتدائي ودولي من سنة 2012، شارك في أمم أفريقيا 2017، وتم إسناد إدارته للقاءات التحكيمية الخاصة بالنادي الأهلي مباراتين. والعجيب والغريب إن هما الاثنين كانوا قدام الوداد المغربي، واحدة سنة 2016 تحت قيادة فنية لمارتن يول، والتانية كانت 2017 كانت مع حسام البدري. فبالتالي هو يعني الراجل واخد مباريتين بس مع النادي الأهلي، دي مع الوداد ودي برضو مع الوداد. الأولى انتهت 0-0 والتانية انتهت 2-0 للنادي الأهلي. أحداثنا سريعة ومجرياتنا سريعة وتفاصيلنا سريعة، نطير لكريم أحمد هناك مراسلنا من هناك ونشوف الدنيا ماشية إزاي. كريم،
كل التحية لكل مشاهدين وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. لحظات بتفصلنا عن مباراة النادي الأهلي وحرية كوناكري الغيني الساعة 16:00 هنا بتوقيت غينيا، 6:00 مساء بتوقيت القاهرة. الاستعدادات كانت أكثر من رائعة، حالة التركيز مستمرة من تدريبات في القاهرة، واستكملت كمان هنا في التدريبات على ملعب 28 سبتمبر لتقابل المباراة إن شاء الله بإذن الله. بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي اليوم. عايز أقول ونلفت النظر طبعا إن الجو النهاردة جو رائع ومميز، الشمس يمكن طالعة من البداية على مدار اليومين اللي فاتوا، من أول يوم لينا في الوصول هنا كانت امطار غزيره، التقلب كان كبير جدا في الطقس. وكمان التدريب الاساسي اللي انهى عليه النادي الاهلي استعداداته لهذه المباراه كان الملعب مليء بالماء، وكانت الامطار تعتبر سيول كانت قويه جدا جدا لم تتوقف واستمرت اكثر من 35 دقيقه، اثرت على التمرين بشكل كبير. لكن النهارده الحمد لله جو مميز، في شمس طالعه، ان شاء الله نلاقي الملعب في ساعات المباراه باذن الله يكون مهيئ ان شاء الله لمباراه النادي الاهلي. كواليس طبعا كالعاده هنا في فندق الاقامه، اكيد كالعاده النهارده يوم الجمعه في الصاله بيتجمع طبعا الفريق والجهاز الفني ورئيس البعثه، يمكن خصصت هنا احد الاماكن في فندق الاقامه ليتواجد فيها كعاده لعيبه النادي الاهلي. من بعدها مباشره الغداء الساعه 1:30 هتكون محاضره نهائيه واخيره هنا في فندق الاقامه، هيتكلم اكيد فيها مستر باتريس والكابتن محمد يوسف عن اخر الامور الخاصه بمباراه الاهلي وحوريه كوناكري الغيني. ان شاء الله في الساعه 2 ظهرا ستنطلق بعثه النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي الى ملعب 28 سبتمبر لي ان شاء الله خوض هذه المباراه اللي بنتمنى النادي الاهلي نتيجه ايجابيه وهي الفوز باذن الله. وكالعاده مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعينا لنقل بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي اجواء وكواليس بعثه وفريق النادي الاهلي هنا في غينيا. شكرا كريم احمد. وشك السمح ده ان شاء الرحمن يكون وش خير النهارده على النادي الاهلي باذن الله، ونتيجه ايجابيه ان شاء الرحمن. هقول لكم عناوين كده خبريه سريعه وبعد كده هنخش في التفاصيل وشويه ارقام وشويه معلومات. يعني محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكره قال ان كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي طلب من اللعيبه يعني عدم الاستجابه لاستفزازات الجمهور او استفزازات اللعيبه حورية الغيني، او وطلب منهم كمان ان هم يكونوا هاديين جدا مركزين جدا لكن في نفس الوقت عندهم الهدوء، وده شيء مهم جدا في المباراه الخارجيه. مهم جدا ان انت في المباراه الخارجيه يبقى عندك حماس صحيح، عندك رغبه صحيح، عندك اصرار صحيح، لكن ده جواك. خارجيا بقى لازم تبقى هادي جدا، يعني مش متنشن، مش عصبي، مش متوتر، في حاجات كتيره جدا كمان ما تستدعيش ان انت ردود افعالك تبقى غير مناسبه للحدث، بتلعب بره ارضك، حكم يستفزك بقرار، لعيب يعمل معاك حركه مش مظبوطه، كلام مش مظبوط، يعني فرق اللغه ممكن كمان، يعني الحمد لله الحكام عرب النهارده فبيسمعوا كويس، فممكن لو حكم ما عندوش لغه عربيه فيفتكر ان انت بتتكلم معاه بشكل مش لطيف. ده طبعا محمد الدالي ده الشيب بتاع النادي الاهلي، واحد من الناس اللي ليها يعني دور مهم جدا في الماتشات الخارجيه. اللعيبه بتادي صلاه الجمعه النهارده كلهم متواجدين، اعتقد اللي بيخطب دكتور خالد محمود، وده كان ياسر عبد العزيز المدلك، فمجموعه كبيره جدا من محمد نجيب طبعا واحد من الناس اللي لازم الناس كلها يعني بصراحه له تحيه والتقدير، يعني بصراحه مهما كانت الغيابات ومهما كانت الاصابات لكن بتحتاجه بتلاقيه في ايا كان المباريات، يعني سواء كانت مباراه كبيره او مباراه صغيره، مباراه مهمه، مباراه مش مهمه، مباراه افريقيه، مباراه محليه، فمحمد نجيب بتلاقيه متواجد بنفس المستوى. طيب زي ما قلت في البدايه محمد مرجان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي كان تلقى اتصال من العميد ثروت سويلم من المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، اكد فيه موافقه الجهات الامنيه على اقامه مباراه العوده بين الاهلي والحريه الغيني في دور 8 دوري رابطه الابطال يوم 22 سبتمبر الجالي في ملعب السلام. وزي ما شرحت ان ملعب السلام اكيد هيبقى احسن للنادي الاهلي، لكن ايا كان القرار وايا كانت الموافقات جايه خارج القاهره او داخل القاهره، المهم ان شاء الرحمن يبقى في مكسب، لكن داخل القاهره هيبقى في جمهور اكيد اكتر. يعني هشام محمد واحد من كباتن النادي الاهلي في الفتره الحاليه بيقول ان الاهلي جاهز لمواجهه الحريه وان هم كل الناس على استعداد لبدء اللقاء وايا كان الوضع، لكن في النهايه احنا جايين بهدف معين وعايزين نحققه. قال حاله الطقس افضل يوم خلال ال 90 دقيقه، بيتمنى كده ان يكون حاله الطقس ما يكونش فيه امطار غزيره ولا امطار تتسبب في عدم التركيز بشكل عام. يعني الفتره اللي فاتت اليومين اللي في الثلاثه اللي فاتوا كان في امطار كانت ممكن تبقى مش في صالح النادي الاهلي او في صالح الملعب، لو الملعب كمان ارضيته يعني ترابه ولا حاجه فمع الامطار الكبيره بتتحول الترابه دي لطينه، فان شاء الله الرحمن تبقى الدنيا كويسه باذن الله النهارده.
الجاليات العربيه بتساند الاهلي امام الحريه الغيني، ودي حاجه حلوه بصراحه. يعني الجاليات العربيه سواء كانت مصريه او لبنانيه او سوريه او ايا كان الجنسيه اللي متواجده هناك في غينيا او عايشه هناك او ليها بيزنس هناك او بتتعامل هناك، فكلهم موجودين النهارده باعلام النادي الاهلي واعلام مصر، ودي حاجه هايله. طبعا اكبر الجاليات العربيه هناك هي الجاليه اللبنانيه، يعني لبنان متوسعه جدا جدا في افريقيا، وخصوصا لو كانت غرب افريقيا او وسط افريقيا، عندهم محلات هناك وعندهم بيزنس كتير جدا جدا هناك، فهتلاقي الجاليه اللبنانيه كتير. فاسم النادي الاهلي في افريقيا اسم كبير، فبالتالي الجاليات العربيه بشكل عام بتتجمع حوالين حدث زي ده، فبيستعدوا مع بعض، اتصالاتهم موجوده، عندهم رئيس الجاليه العربيه او رئيس الجاليه المصريه بيقدر ان هو يجمعهم وبيتقابلوا في مكان واحد، وبالتالي كمان يبقوا موجودين في الاستاد بشكل كبير. ان شاء الله الرحمن يكونوا موفقين النهارده في النادي الاهلي ويقدر يسعدهم باذن الله. الاهلي هيرجع بعد نهايه اللقاء مباشره، انت عارف الاهلي، عارفين ان الاهلي عنده طياره خاصه، فبالتالي بعد المباراه ممكن يبقى يروحوا الاوتيل ولا حاجه، ياخدوا يتعشوا، وبعد كده يتحركوا على طول من المطار. اعتقد ان الطياره هتاخد نفس خط سير الذهاب، هتروح المغرب وبعدين تقعد ساعه تمول، وبعد كده تيجي القاهره بالف سلامه ان شاء الرحمن. كان في تدريب لغير المتواجدين في غينيا، قائد التمرين حسين عبد الدايم مساعد مخطط احمال الفريق، وكان التمرين عباره عن جيم وبعض الفقرات اللي موجوده في الملعب. اوكي يلا ماشي، مغطين كل الاحداث عشان كده لازم نعرف كويس قوي انطباع الناس هناك. طب انطباعنا هنا احنا مستنين اللقاء بفارغ الصبر، مستنين اللقاء بشغف شديد جدا جدا، كل الجماهير الاهلاويه، كل الجماهير المصريه متجمعه دلوقتي حوالين قناه الاهلي بيتفرجوا علينا وبيشوفوا كمان المباراه باذن الله. وبعد المباراه هنكون مكملين معاكم مع كابتن عادل طعيمه وكابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني، هنتكلم كل الامور الفنيه التفصيليه الخاصه باللقاء. لكن عشان الاحداث سريعه جدا واحداث مهمه جدا والناس كلها مستنياها والناس كلها عايزه تشوف الانطباعات هناك، كمان الجهاز بيقول ايه انطباعه على الاجواء، ايه انطباعه عن ارضيه الملعب، ايه انطباعه عن الفريق الغيني، ايه. خلينا نشوف كابتن محمد يوسف قال ايه على اللقاء ونرجع لكم جديد. مشاهدينا وطبيعه قناه الاهلي في كل مكان، اجواء ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، بنحاول ان احنا طبعا نقرب الصوره، ننقل كل اجواء وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي، الاهلي وحريه هناك، ان شاء الله تكون مباراه موفقه للنادي الاهلي. بيسعدني في هذه اللحظات يكون معايا طبعا المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره كابتن محمد يوسف. يمكن نقدر نقول يا كابتن يوسف ساعات ان شاء الله تفصلنا عن هذه المباراه، في تركيز كبير شايفينه في ارض الملعب، كيف ترى هذه المباراه؟ بنشوف التدريبات، يمكن الامور الطقس شويه حابين نتكلم عليها لان الامر يمكن صعب هنا، لكن عارفين احنا متعودين، حطينا في الاجواء بالنسبه للمعسكر الطائره الخاصة، امور كتير عايزين نتكلم عليها كابتن يوسف. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اول حاجه طبعا احنا رب يعني ربنا يوفقنا ويكرمنا في المباراه ونبقى موفقين ونرجع بنتيجه طيبه تاهلنا ان شاء الله ان احنا نبقى جد يعني في مباراه العوده نكون موفقين برضو. مساعده لينا ان احنا نأدي دور او مباراه طيبه، يعني ان شاء الله اللي هي مباراه الذهاب بعد ساعات، ودي طبعا متمثله في الطياره الخاصه لان كان في صعوبه خطوط الطيران، كانت صعبه جدا وكانت مرهقه جدا، خصوصا ان احنا سافرنا في وقت بعد ما المباراه الدوليه، عندنا لعيبه دوليين زي علي معلول جالنا على هنا مباشره، سليف كولوبالي جالنا يمكن في الساعات الاخيره قبل انطلاق الطياره بتاعتنا. فعايز اقول ان الحمد لله ان احنا يعني جينا بشكل كويس والى حد ما اللعيبه مستريحه بشكل كبير جدا. نفس الوقت كمان نتمنى التوفيق بكره، في عوامل كثيره طبعا، فريق حريه هناك فريق محترم وفريق جيد وتاهل من مجموعه قويه، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده وقلنا انه فريق بيمتلك عده عناصر مميزه، انه يعني يتاهل على حساب سان داونز، فده لابد ان احنا نكون يعني بندرس نقاط القوه ونقاط الضعف بشكل مركز جدا. مستر كارترون طبعا بذل مجهود كبير جدا ومع اللاعبين والجهاز الفني، ان احنا شفنا فريق حريه كوناكري في اكثر من لقاء في دوري المجموعات، سواء مع الوداد، سواء مع سان داونز، سواء مع بطل توجو، وقدرنا نكون فكره كامله، والحمد لله ان احنا
يعني قدرنا نحط ايدينا على نقاط القوه ونقاط الضعف، وبيملك لاعبين مميزين في الناحيه الهجوميه، ايضا عنده بعض الثغرات وبعض النقاط مش هتكلم عليها بالتفصيل، لكن مستر كارترو نتكلم فيها مع اللاعبين وان شاء الله نكون موفقين ونعمل نتيجه ايجابيه. لكن انا عايز اقول بايا صرف ايا كانت النتيجه احنا بنلعب 180 دقيقه، لان دايما مباراه الذهاب والعوده سواء الثمانيه او الاربعه او نهائي المباراه بتنتهي بالصافره او يعني بتاعه المباراه الثانيه. فمن هنا طبعا كل مباراه ليها ظروفها وليها التكتيك بتاعها، لكن النتيجه النهائيه المباراة الثانية في القاهرة يوم 22، فاحنا بنتعامل مع المباراتين بشكل كامل. نتمنى ان احنا في المباراة الأولى هنا نكون موفقين ونعمل نتيجة إيجابية تخلينا إن شاء الله نلعب مباراة ثانية. إن شاء الله قبل النهائي، احنا أمامنا حلم كبير وأمامنا يعني عايز أقول مهمة رئيسية إن شاء الله بطولة أفريقيا السنة دي إن شاء الله، إن شاء الله بتوفيق ربنا وبمجهود الجهاز واللاعبين ومجلس إدارة ودعم كل مسؤولي النادي حتى الجمهور. الجمهور يعني كلنا حاسين وعارفين قد إيه هو مستني بطولة أفريقيا، فنتمنى إن شاء الله إن إحنا نكون موفقين إن شاء الله. أمر مهم جدا هو الملعب 28 سبتمبر، يمكن حضرتك عينته، كان ليه كمان ملحوظة إن كان في بعض العمال كمان في أرض الملعب، يمكن كلمت كمان مع المندوب يا كابتن يوسف، بيشوف أرضية الملعب إزاي، الكثافة بتاعة المطر دي في التدريب تأثيرها إيه، لعبنا في ظروف أكتر من كده لكن بتحتاج مجهود أكبر من اللعيبة وكمان مجهود أكبر من الجهاز الفني. يعني طبعا انا مش عايز اتكلم على العوامل الخارجيه سواء طقس سواء مضايقات من جانب الانديه اللي بنلعبها، دي حاجات متعودين عليها في افريقيا ولعبتنا خلاص عدت المرحله دي، وارد جدا ان احنا بنقابلها خصوصا في افريقيا وفي الجنوب الافريقي زي ما بنقول، يعني ممكن ما تقابلهاش في شمال افريقيا، لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا خلاص تمرسنا وتعودنا على الحاجات دي. انا طبعا بحكم يعني برضو الخبرات ان احنا من حقنا طبعا الملعب يبقى كامل، ولذلك انا سالت المراقب اللي هو مراقب المباراه على ان هو يطلع الناس من الملعب، والعمال ما كانوش لسه كملوا شغلهم، واحنا عندنا يا دوبك ساعه محدده ما بنقدرش لا ننزل قبلها بدقيقه ولا نكمل بعدها بدقيقه، والراجل تفهم هذا الموضوع وادانا حقنا فعلا وادى تعليمات لعمال الملعب ومدير الاستاد ان هم يخلوا. يعني زي ما انت بتقول الملعب والامطار وكده الحاجات دي كلها احنا يعني بنشتغل وبناخدها كدافع لينا، وكل الحاجات دي او كل النقاط اللي هي ممكن انها الناس تفتكر ان هي معوقات بالنسبه لنا، بالعكس احنا دي بنشتغل عليها انها تبقى دافع للاعبتنا ان هم ينفذوا الفكر بتاعهم تحت اي ظروف. كمان نقطة مهمة يا كابتن يوسف، بالنسبة طبعا هنا يمكن جالية قليلة شوية، لكن عندنا أمل بقى في مباراة العودة إن شاء الله يكون جمهور النادي الأهلي معانا بكثافة إن شاء الله كالعادة، يكونوا سند وحمى للنادي الأهلي. بتشوف إزاي الأول المباراة هنا بحضور الجماهيري بالنسبة كمان لفريق حرية كوناكري 25,000 ممكن تتوقع أنهم يكونوا موجودين في الأستاد يا كابتن يوسف؟ والله أنا طبعا معلوماتي من الاجتماع الفني اللي قبل المباراة إن هما يعني في رينج من 11 ل 12,000 هيتواجد في الأستاد، ساعة الأستاد 25، لكن المتوقع حضوره تقريبا 50% من ساعه الاستاد، هنشوف يعني. بس ايا كان احنا متوقعين ان الاستاد يتملي، بتلعب مع حريه كوناكري فريق دي جماهيريه كبيره هنا في غينيا، وفي نفس الوقت بتلعب على ملعبه في دور الثمانيه، وهم طبعا حاجه كبيره ليهم او حاجه بالنسبه لهم. افريقيا وصاحب السمعه الكبيره جدا في افريقيا بيقابلوه وبيلعبوا قصاده في دور الثمانيه، ودي حاجه هتديهم دفع قوي جدا. ويمكن انا اتكلمت مع اللعيبه ان احنا هنقابل فريق هيلعب بروح عاليه جدا، واحنا مميزين بان احنا روحنا برضو عاليه، فان شاء الله نبقى بنبادلهم نفس الروح واعلى كمان. دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا في المقابل يوم 22 ان شاء الله قوي جدا، اللعيبه والجهاز والمسؤولين كلهم في النادي الاهلي وحشهم الجمهور وحشهم دعم الجمهور في الملعب، فدي فرصه كويسه جدا ان احنا في بطوله افريقيا وان جمهورنا يدعمنا. دي نقطه. النقطه الثانيه ان دي حاجه كلنا بنكرها وبنعترف بيها ان الجمهور النادي الاهلي هو صاحب او عايز اقول صاحب العلامه البارزه في بطولات النادي الاهلي، ودي حاجه معروفه، وانا يعني بناشد المسؤولين وبناشد الامن
والمنظومة القائمة على الكرة المصرية ان لابد الجمهور يرجع تاني، سواء في مباراة الدوري بدأنا ب 3000، في المباراة الأخيرة بتاعت الإنتاج الحربي. نتمنى إن شاء الله استمرار هذه الأعداد وفي زيادة إن شاء الله، لأن هي طبعا حياة كرة القدم هي الجمهور. شكرا، ربنا يخليك. شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم باعمال مدير الكره. زي ما بنقول اجواء حماسيه ان شاء الله، بتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه تليق باسم النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله مجموع المباراتين يكون من نصيب النادي الاهلي، وان شاء الله يكون موفق باذن الله في هذه المباراه. فرحات كبار شوي 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 شوي. اهلا بكم من جديد بعد ما شفنا كابتن محمد يوسف طبعا يعني، وكلامه عن اللقاء ورغبته في تواجد الجماهير، وده حاجه كويسه جدا. اكيد كل الانديه الكبيره اللي عندها شعبيه عظيمه وجارفه زي النادي الاهلي وكبيره جدا جدا زي النادي الاهلي، اكيد لما بيبقى في تواجد جماهيري في الاستاد سواء المحلي او الافريقي بيفرق معاه. كل الناس تركز معايا قوي في النقطه اللي جايه ديت، لان هي خاصه بمشاركه الاهلي افريقيا في البطوله اللي جايه. النظام الافريقي او الاتحاد الافريقي غير المواعيد بتاعه البطوله، فالبطوله خلاص ما بقتش، مش هتقام في شهر 3 زي كل سنه، البطوله هتقام في شهر 12، والتواجد في افريقيا او القيد الافريقي مش هيبدا في شهر يناير زي كل سنه، القيد الافريقي هيبدا في شهر 11. فكل الناس تركز كويس جدا في النقطتين اللي جايين دول او الدقيقتين اللي جايين دول، عشان يعرفوا كمان يعني المشاركه الافريقيه والقيد الافريقي هيبقى عامل ازاي. واحنا ما شاء الله في الوقت الحالي يعني عندنا ناس ممكن تكون مواهب كبيره جدا على فكره ومدفونه والله، يعني مش بالضروره في عالم التدريب او التحليل الفني تبقى لعبت كوره. انا مقتنع بده على فكره، يعني ممكن عشان تلعب كوره دي موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبعض الصفات والقدرات والامكانيات سواء كانت مهاريه او عقليه او ذهنيه او ثقافيه بتساعدك ان انت تكمل. لكن ممكن حد ما يبقاش عنده تواجد على المستوى كلعيب كوره، لكن بيفهم كويس جدا، بيفهم كويس جدا يعني ازاي يحلل المباراه، بيعرف ازاي كويس جدا 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 يتكلم في الكوره، بيعرف كويس قوي قوي يمرن كمان، لان التدريب موهبه. طيب خليني اقول لكم بقى القيد الافريقي ماشي ازاي، يعني القيد الافريقي هيبقى ماشي ازاي. ابتداء من 20 اكتوبر اللي جاي هيبدا القيد الافريقي، مش هيبقى في يناير زي كل سنه 31 ديسمبر كان بيبدا القيد الافريقي وبعد كده بيستمر في يناير، لا المره دي هيبدا من 20 اكتوبر. من 20 اكتوبر كل الانديه المشاركه الافريقيه، انتوا عارفين البطوله السنه الجايه دوري ابطال افريقيا هيبقى فيها الاهلي والاسماعيلي، يعني الكلام ده خاص بالاهلي والاسماعيلي، طبعا في الكونفدراليه هيبقى موجود فيها الزمالك والمصري، لكن انا بتكلم على دوري ابطال افريقيا. من يوم 20 اكتوبر هيبقى الاهلي والاسماعيلي مطالبين، وطبعا معاهم الكونفدراليه الزمالك والمصري، لكن بتكلم على بطوله دوري الابطال اللي هيبقى فيها الاهلي والاسماعيلي. من يوم 20 اكتوبر هتبقى اول بدايات القيد الافريقي لحد يوم 1 نوفمبر، لحد 1 نوفمبر يعني 20 اكتوبر لحد 1 نوفمبر حوالي 11 يوم من حقك ان انت تسجل اسماء، وخلال الفتره ديت من حقك تحذف او تستبدل او تضيف، مفيش اي مشكله خالص. يعني عندك 11 يوم من 20 اكتوبر لحد 1 نوفمبر من حقك ان انت تحذف او تضيف او تستبدل من غير اي مشكله اطلاقا. ابتداء من يوم 2 نوفمبر لحد يوم 15 نوفمبر، احفظوا الاسماء دي، احفظوا التواريخ دي كويس، من 2 نوفمبر لحد 15 نوفمبر مش من حقك لا تحذف ولا تشيل، من حقك ولا تستبدل طبعا، من حقك تضيف بس. يعني من حقك تضيف بس، تحذف او تشيل هي واحد، يعني تحذف او تستبدل ممنوع خلاص، تضيف بس. يبقى الفترة الأولى هي اللي من حقك تعمل كل حاجة فيها، تحذف، تستبدل، تضيف، مفيش مشكلة، لكن من 2 نوفمبر لحد 15 نوفمبر من حقك تضيف بس. وبعد كده يتقفل القيد ويفتح قبل دوري المجموعات، اوكي، اللي هيبقى يوم 11 او 12 او 13 يناير. دوري المجموعات بتاعه السنه الجايه لدوري ابطال افريقيا هيبقى 11 12 13 يناير، لكن البطوله نفسها هتبقى في ديسمبر. قبل دوري المجموعات باسبوعين من حقك ان انت يبقى ليك قيد جديد، اللي كان الاول في 7 لو تتذكروا، قبل دوري المجموعات او كان في 5 لو تتذكروا، قبل دوري المجموعات اللي هيبقى 11 او 12 او 13 يناير من حقك ان انت قبلها باسبوعين تضيف يعني اسماء جديده. يبقى من هنا النادي الاهلي هيبدا مشواره والقيد الافريقي بالنسبه له الجديد بتاع السنه الجايه من يوم 20 اكتوبر لحد يوم 1، وبعد كده يضيف من يوم 2 نوفمبر لحد 15 نوفمبر اسماء، وبعد كده يتقفل القيد خالص ويبدا دور ال 32 بالاسماء اللي تم وضعها سواء كان في اكتوبر او نوفمبر. وقبل دور المجموعات ما يبدا اللي هو بعد دور ال 32 بقى، هيبقى دور ال 16 يعني، قبلها باسبوعين اللي هو هيبقى 11 او 12 او 13 يناير، من حق النادي الاهلي ان هو ايه؟
يعني يحط اسماء جديده. يبقى كده القايمه اللي موجوده في الوقت الحالي للنادي الاهلي هي اللي هتلعب السنه الجايه بدايه المشوار الافريقي. يبقى النادي الاهلي بطوله افريقيا بتاع السنه الجايه كلها هيبقى مفروض عليه يلعب بنفس القايمه اللي موجوده مع اضافه اسماء في يناير. لو تعاقد النادي الاهلي مع اسماء في يناير جديده تمام، يبقى من حقه يضيفها في يناير، لكن بتاعه شهر 7 السنه الجايه او الموسم الجديد اللي هو الصيفي اعتقد ان هو مش هيبقى له اي اهميه في الوقت الحالي. خلاص ده مهم جدا الناس تبقى عارفاه وفهماه، وهنا يبقى يتطلب لو في تعاقدات هتبقى في يناير تكون تعاقدات طبعا بالتاكيد كويسه وقويه عشان تكمل افريقيا اللي هتمتد بعد كده، لان لو ما دام مش اضافات في يناير مش هيبقى ليك الفرصه ان انت تكون مع المستوى الافريقي موجود بشكل كبير. اوكي انت يا كريم لما بتبقى هنا بتبقى الدنيا ما يعني صربعه. اوكي يلا يا سيدي نخش على الحريه الغيني مع الاهلي المصري النهارده ان شاء الرحمن الساعه 6 باذن الله على توقيتنا باذن الله تعالى، وبعد كده الساعه 9 هيبقى في مباراه تانية في دوري الثمانيه او دور الثمانيه هيبقى وفاء سطيف مع الوداد المغربي. بكره باذن الله هتستكمل مباريات دور الثمانيه باذن الله، هيبقى اول اغسطس الساعه 6 نفس توقيت مباراه الاهلي ومازيمبي الكونغولي، والساعه 9 هيبقى الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. اوكي تعال لي بس دقيقه الله يخليك نشرح حاجه، بس نشرح حاجه، انت عايز شغلك يخلص واحنا كمان عايزين نفهم الناس حاجه حلوه. بص ليه الساعه 6 وليه الساعه 9؟ ليه الناس ليه اشمعنى الساعه؟ ليه ما بقاش ماتشات افريقيا مثلا بتبقى الساعه 9 الساعه 7 ولا الساعه 4 ولا الساعه 5؟ الاتحاد الافريقي الزم الانديه كلها كله بتوقيت بلده، كله بتوقيت بلده، يا تختار بتوقيت بلدك الساعه 3 يا تختار الساعه 6 يا تختار الساعه 9. يعني انت عشان كده هتلاقي الاهلي مش هيلعب ابدا قبل الساعه 6 ومش هيلعب بعد الساعه 9 تمام، مش هيلعب 7 دي ابدا، مش هيلعب 8 دي ابدا، فيا 6 يا 9. ده بالنسبه للنادي الاهلي، ده اختيار اجباري من الاتحاد الافريقي على كل الانديه، بس انت تختار واحد من ثلاث مواعيد، يا 3 يا 6 يا 9، يا 3 يا 6 يا 9. عشان كده هتلاقي الانديه بتوقيتها هناك تمام، يا اما 3 يا اما 6 يا اما 9، ممكن يبقى فرق التوقيت بالنسبه لنا مختلف، لكن لما المباراه اللي بتبقى في مصر هنا انت بتختار 3 او 6 او 9. اوكي مازيمبي مباراه العوده بقى، مازيمبي مع اول اغسطس هتبقى يوم الجمعه اللي جايه، النجم الساحلي هيلاعب الترجي يوم الجمعه برضو الساعه 6، الوداد المغربي هيبقى مع وفاء الصيف الساعه 9، الاهلي هي الفرقه الوحيده اللي هتلعب مع حريه الغيني يوم 22 الساعه 9، يوم 22 الساعه 9. موقف الاهلي في المجموعه الاولى بالتاكيد اللي هو صعد منها، لعب 6 مباريات، فاز 4 تعادل 1 خسر 1، عنده 9 اهداف عليه 5 فارق، الفارق 4 وعنده 13 نقطه، فرق 4 في الاهداف يعني. موقف الحريه الغيني في المجموعه، لعب 6 فاز 2 تعادل 3 خسر 1، له 7 اهداف عليه 7 فارق ما فيش نقاطه 9. موقف وترتيب الاهلي في الدوري المصري، الاهلي لعب 5 مباريات عنده 11 نقطة، فاز 3 وتعادل 2 يعني. مانديلا هو هداف الحرية الغيني بأربع أهداف، ووليد أزار هو هداف الأهلي بست أهداف. مشوار الأهلي في الأدوار التمهيدية بدوري أبطال أفريقيا، الأهلي كسب منانا في القاهرة 4-0 وكسبه هناك 3-1، صعد لدور المجموعات، تعادل مع الترجي 0-0، خسر من كمبالا 2-0، كسب تاونشيب 3-0، كسب تاونشيب برضو 1-0، كسب الترجي 1-0، وكسب كمبالا 4-3. مشوار فريق الحرية، اوكي مشوار بقى حرية الغيني، اسفان ده بطل النيجر خسر من الحرية في النيجر 1-3، وبعدين الحرية تعادل معاه في غينيا 0-0. الحريه الغيني في دوري الدور الثاني بقى ما كانش فيه دور مجموعات، يفوت من السنغال، فرقه من السنغال كسبها 2-1، وكمان في توجو 2-1 وتعادل مع سان داونز 2-2، واتعادل مع الوداد في غينيا 1-1، وكسب
الوداد كسب الحريه 1-0 مش 2-0، وبعد كده الحريه الغيني كسب توجو بور اللي هي بتاع توجو نفس النتيجه 2-1، وبعدين اتعادل مع صن داونز 0-0 في جنوب افريقيا. الهدافين بقى خلاص، الهدافين مالانجو ده اللي هو بتاع مازيمبي 7 اهداف، حميد احداد 7 اهداف اللي هو لاعب الزمالك حاليا كان في الدفاع الحسن الجديدي، وليد ازارو 6، كامبولي ده من زيسكو يونايتد، هشام نقاش ده من مولوديه الجزائر 6، انيس البدري 6، سيمون مسوفا اللي هو الدفاع الحسن الجديدي 6، اسماعيل الحداد اللي هو لاعب طبعا شهير الوداد المغربي 5، وليد دراجي دراجه 4 مولوديه الجزائر، ومانديلا اللي هو هيلعب النهارده مع الحريه 4، فيليكس من مبانا سواليز ده نادي مبانا سواليز ده اللعيب بتاعه اسمه فيليكس عنده 4 اهداف، فيتا كلاب جان مارك عنده 4 اهداف، وزيسكو يونايتد برضو عنده لعيب اسمه اداماس ده 4 اهداف، واول اغسطس عنده لعيب اسمه جاك عنده 4 اهداف. مشوار الاهلي في بطولات افريقيا لعب 256 مباراه فاز 126 خارج ملعبه 28، التعادل 75، هزايم 55، اهدافه في دوري ابطال افريقيا 386 هدف، اهداف عليه 200 هدف. مشوار الاهلي في كل البطولات الافريقيه لعب 338 مباراه فاز في 171، فاز خارج ارضه 37، تعادل 91، هزايم 76، اهداف ليه 503، اهداف عليه 259. قائمة هدافي النادي الاهلي على المستوى الافريقي، كابتن محمود الخطيب 37 هدف، محمد ابو تريكه 32 هدف، عماد متعب 28، فلافيو 18، وحسام حسن 17، محمد بركات 17، ايمن شوقي 15، وكابتن طاهر ابو زيد 13 هدف. طب قبل ما اتكلم على احمد فتحي خلينا ناخد التشكيل، الناس كلها مستنيه التشكيل. التشكيل محمد الشناوي النهارده، محمد الشناوي اللي هيخوض به الاهلي اللقاء الحريه الغيني، محمد الشناوي واحمد فتحي، سعد سمير، سليف كلوبالي، علي معلول، وهشام محمد، حسام عاشور، ناصر ماهر، وليد سليمان، اسلام محارب، ووليد ازارو. يبقى محمد الشناوي، احمد فتحي، سعد سمير، كلوبالي، علي معلول، هشام محمد، حسام عاشور، ناصر ماهر، وليد سليمان، اسلام محارب، ووليد أزارو. بالتوفيق لكل المجموعه اللي هتلعب النهارده. يبقى الاهلي بيلعب ب 4-2-3-1 كالمعتاد، ما غيرش طريقته كارترون ابدا، كل التوفيق باذن الله. هقول لكم شويه ارقام كده خاصه بنجمين كبار جدا النهارده، يمكن واحد موجود في الملعب والتاني موجود على دكه البدلاء. الاول احمد فتحي، واحد من الناس اللي هي لها دور كويس جدا جدا على المستوى الافريقي من خلال مشاركاته او من خلال شخصيته او من خلال خبراته كمان المتواجده دايما. من خلال ارقامه، طب ايه؟ احمد فتحي يعني عدد الدقائق اللي لعبها 959 دقيقه. انت جبت ايه منين؟ انت بادئ طيب امشي وانا همشي وراك، مفيش مشكله مفيش مشكله. لعب 10 مباريات، التمريرات العرضيه 81% والتمريرات بشكل عام 276 و500 576 ايه 576 و276. صناعة اهداف هدفين، عرضيات 21، تمريرات خاطئة 19. خطيرة، تمريرات خطيرة مش خاطئة. اتفضل. ضغط على المنافس 25، قطع التمريرات 52، استعادة الكرة 69. الالتحامات الهوائية 18 28، تسديدات 3، الالتحامات الأرضية 102 57. ما أنا مش فاهم 102 57 إيه، بس يلا.
ارتكاب اخطاء 9 الدقايق الملعوبه انا قلتها خلاص 959 تعرض للاخطاء مظبوط كده 12 ده احمد فتحي صلاح محسن خش على صلاح محسن انا اهو معاك اهو المباريات صلاح محسن لعب 9 تسديدات على المرمى 10 5 ل 10 مش عارف 5 ل 10 5 داخل المرمى يعني و5 و10 بشكل عام الاهداف 3 تسديدات بالقدم اليمنى 8 تمريرات 57 67 50 تسديدات بالقدم اليسرى 2 التمريرات الصحيحة 75% المراوغات 15-7 اوكي تمريرات هجومية 4 ضغط على المنافس 5 قطع التمريرات 4 استعادة الكرة 2 تعرض لأخطاء 1 وارتكاب أخطاء الالتحامات الهوائية 3 آسف 30-10 وتسلل زيرو التحامات الأرضية 37-12 عندك حاجة تانية؟ طيب أقول لكم التشكيل مرة تانية التشكيل مرة تانية ونزلوها سمير لو سمحت التشكيل مرة تانية بأربعة 4-2-3-1 دي تشكيلة كارترون النهاردة بيلعب الشناوي أحمد فتحي سليف كلوبالي سعد سمير علي معلول هشام محمد حسام عاشور وناصر ماهر وليد سليمان إسلام محارب ووليد أزارو دي تشكيلة النادي الأهلي النهاردة في مواجهة الحرية الغيني الحرية الغيني عندك الحرية الغيني النهاردة بيلعب بسبعة كمارة يعني الأهلي بتشكيلته ديت المكونة من الشناوي وأحمد فتحي وسليف كلوبالي وسعد سمير وعلي معلول وهشام محمد وحسام عاشور وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان ووليد أزارو 4-2-3-1 صريحة بيلعب سبعة النهاردة كمارة يعني الحرية اسمها كمارة عندها سبعة لعيبة فيهم كمارة أبو بكر كمارة ده المدافع الأيمن رقم 14 أبو مناجي ده منجي كمارة ده مدافع أيمن كان أبو بكر كمارة الظهير أيمن الأيمن اسمه مانيجي ده ظهير أيمن رقم 27 عبد الإله كمارة ده رقم 8 داوودة كمارة رقم 9 سيني كمارة رقم 13 وسيرنو كمارة ده المساك رقم 5 وسيكو أحمد كمارة ده رقم 18 اللي قدامكم دول هم عيلة كمارة هناك وفريق كمارة اسمهم كلهم كمارة أيا كان الوضع يبقى من التشكيلة اللي هناخد بها طبعا رأي كابتننا كابتن عادل وكابتن حمادة وكابتن أسامة واضح أن كابتن أو مستر كارترون هيلعب بأحمد فتحي باك رايت في تمسكه بأحمد فتحي باك رايت عشان مانديلا اللي هو يعني أخطر لاعب عندهم وهدفهم كمان اللي بيلعب ناحية اليسار طيب معاك على الشاشة يلا عندنا كمان تشكيل متوقع لحرية الغيني بناء على بناء على يعني تشكيلاتهم السابقة خليني برضو ايه كده معاكم كده سريعا ناخده كده مع بعض ناداي مش هيلعب النهاردة خلاص شيلوا ناداي بقى لان هو خلاص عنده انذارين النهاردة اللي هو حارس المرمى عنده هنشيله في الرسم لكن ده كان المتوقع كمارة ابو مانيجي كمارة ده اللي زي ما قلت لحضراتكم ابو بكر كمارة وحميد ماريسو وجين نويل و سي بي بافور اسمه ابو داليا كمار ماشي عبد الاله كمار اسمه عبد الاله كمار بريفو منسادة من اخطر اللعيبه عندهم رقم 21 افتكروه كويس اسمه بريفو منسا رقم 21 لعيب كويس جدا جدا ومانديلا رقم 30 لعيب كويس جدا 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 وداوودا كمارا طبعا لعيب كويس وسيني كمارا برضو ده الراس حربه ده التشكيل المتوقع بالنسبه لهم على العموم فرقه في منتهى القوه اخر 9 مباريات على ارضهم ما خسروش خالص اخر 9 مباريات في المواجهات الافريقيه بشكل عام ما خسروش فده يبين لك ان هم اقوياء جدا 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 ده اللوجو بتاعهم كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله الرحمن في مباراته باذن الله مع تحكيم تونسي بقياده يوسف السرايري يكون موفق ان شاء الله الرحمن باذن الله في ادارته للقاء
بكاري جسامه زي ما قلت لحضرتك هو حكم اللقاء العوده. على العموم مش هنسبق الاحداث، خلينا ناخدها خطوه خطوه. اولى المباريات النهارده، اولى المواجهات مع حريه، المباراه الثانيه ان شاء الله الرحمن على خير نكون حققنا نتيجه ايجابيه. هنشوف تقرير ونرجع نستقبل ضيوفنا نجوم ملعب الاهلي النهارده، كابتن عادل طعيمه، كابتن حماده صدقي، وكابتن اسامه حسني. مصطفى بيلعبها طويله وخطير، بيعدي الجول. كاس افريقيا مع ابطال مصر، وتلعب تاني طاهر ابو زيد، وبيحطها في الجول. ابو علي وبيحطها سهل وزبا. جول جميل مش ممكن، سيد عبد الحفيظ دندس السيد. بيلعبوا لابو تريكه، خدها النط المره دي. نط مرتدة تصوير، جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي. اتسع يا أهلي شعار وهاتف وحلم لملايين الأهلوية الذين تتوجه أنظارهم بعد قليل لمتابعة مباراة فريقي الكروي الأول بالنادي عندما يحل ضيفا على حورية الغيني في الرابعة عصر اليوم الجمعة بتوقيت غينيا، السادسة بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن مباراة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. يدخل الأهلي المباراة رافعا شعار التحدي لرغبته في تحقيق الفوز لتسهيل مهمته في مباراة الإياب لقطع نصف المشوار نحو العبور إلى الدور قبل النهائي وتأهل الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب. الأهلي صعد لدور 8 عقب تصدره للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة محققا على رصيد من النقاط ما بين الفرق 16 التي شاركت في مرحلة المجموعات، بعدما حصل الفريق على نقطة واحدة في أول جولتين بالمجموعة انتفض واستطاع أن يحقق 4 انتصارات متتالية للمرة الأولى في مسيرته الحافلة بالبطولة التي بدأت عام 1976. حرص كارتيرون المدير الفني منذ وصول البعثة إلى غينيا على تجنب الإرهاق بشكل كبير من خلال تخفيف الحمل البدني على اللاعبين بسبب ضغط المباريات إلى جانب طول رحلة السفر، وركز على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال المباراة، كما شدد خلال الاجتماع الذي عقده مع اللاعبين على هامش المعسكر بضرورة التركيز واحترام المنافس لتجنب أي مفاجآت قد تحدث في المباراة. وخاض الأهلي مرانه الأخير على نفس ملعب المباراة وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي، وركز خلاله المدير الفني على وضع اللمسات النهائية على استعدادات الفريق ومراجعة الدور المطلوب من كل لاعب، مع الاطمئنان على استيعاب الجميع لفكر الجهاز الفني الذي يسعى لتطبيقه في المباراة. من جانبه أكد محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي على صعوبة المباراة، مشيرا إلى أن المنافس فريق قوي بدليل تأهله لهذا الدور، ولدي أهداف يسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة، خصوصا أن المباراة ستقام على ملعبه ووسط. قال إن فريق حورية يضم مجموعة مميزة من اللاعبين خصوصا في خطي الوسط والهجوم، ويعاني من بعض المشاكل في خط الدفاع، هو الأمر الذي يجب أن نستغله لمصلحتنا جيدا، مؤكدا أنه طلب من اللاعبين ضرورة استغلال أي فرصة تلوح أمامهم لتسجيل هدف مبكر يسهل من المهمة. أضاف يوسف أن الأهلي جاهز لمواجهة الفريق الغيني، خصوصا أن الجميع يعيش حالة من التركيز الشديد من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى الجهاز الفني لتحقيقها من المباراة، موضحا أن الجهاز قام بدراسة المنافس جيدا وتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه واستقر على الخطة المناسبة لمواجهته. أكد المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة على ثقته الكبيرة في لاعبه وقدرتهم على تخطي عقبة الفريق الغيني وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب ليقترب من خلالها خطوة نحو بلوغ الدور النصف النهائي للبطولة. على الجانب الآخر يسعى حورية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة أمام الأهلي، خاصة أنه يدرك أن مباراة العودة ستكون صعبة، وحرص الجهاز الفني على مشاهدة تسجيلات لمباريات الأهلي بالبطولة للوقوف على نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة للمباراة. فكل التوفيق للمارد الأحمر في الفوز والاقتراب من النصف النهائي. مصطفى بيلعبها طويلة وخطير، بيعدي الجول. كأس أفريقيا مع أبطال مصر، وتلعب تاني طاهر أبو زيد، وبيحطها في الجول. أبو علي وبيحطها سهل وزبا. جول جميل مش ممكن، سيد عبد الحفيظ دندس السيد. بيلعبوا لأبو تريكة، خدها النط المرة دي. نط تصوير، جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي.
إن شاء الرحمن يوم إفريقي حلو بإذن الله على كل المصريين بإذن الله يكون سعيد إن شاء الرحمن. بعد ما شفتم يعني كل الحاجات الخاصة باللقاء سواء كان وصول النادي الأهلي لملعب اللقاء ووصول كمان الحرية الغيني لملعب اللقاء من خلال أوتوبيساتهم أكيد، وشفتوا كابتن محمد يوسف وكابتن سامي أمصان وكل اللعيبة وكابتن مصطفى كمال، وشفتوا كمان ناصر ماهر ووليد أزارو داخل غرفة الملابس اللي هتبقى أو المخصصة للنادي الأهلي اللي هي موجودة في الاستاد، يبقى كل التوفيق بإذن الله للنادي الأهلي. نرحب بضيوفنا وكابتننا كابتن عادل طيب. مساء الفل. مساء الخير يا كابتن. كله تمام؟ يوم جميل ان شاء الله وانتصار باذن الله. انا متفائل بيك ان شاء الله الرحمن باذن الله. باذن الله تعالى. حبيبي كابتن حماده، امور حضرتك ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. انا مش انا دكتور ولا تمام؟ تمام تمام الحمد لله. كله كويس الحمد لله. يا رب ان شاء الله. يا رب. كابتن اسامه. كابتن سيد مساء الفل، وبرحب طبعا بكابتن عادل وكابتن كابتن محمد. اول مره دي انا اسمي محمد يعني. كابتن محمد مش كابتن حماد والله. لا طب تصدق بالله انا اول مره اعرف المعلومه دي. محمد يحيى محمود بجد والله؟ اه والله. صدق ده في الرابع ولا الخامس؟ اخر حاجه اللقب عليا. اه اوكي. وانت حسني فين؟ لا حسني على طول. اسامه حسني. اسامه حسني على طول. كابتن عادل طايمه طايمه في الاخر خالص في الاخر. اه كم الاسم كام؟ عادل جمال عبد الله طايمه. اه انا برضو عبد الحفيظ في الرابع. انا عبد الحفيظ ده كان عمده محدش يتكلم خالص. ماشي يا عم. يوم حلو باذن الله. يوم حلو. سفيان سواري ده نائب رئيس الحريه الغيني قال لك كنت اتمنى ما قابلش الاهلي ابدا في الادوار اللي احنا فيها، لكن قدر الله وما شاء فعل بالنسبه له ان شاء الرحمن وبالنسبه لنا اكيد، لكن ان شاء الرحمن باذن الله نكون موفقين. قال كمان كنت اتمنى ان انا ما قابلش واحد بصفات وقدرات وليد ازارو، ان شاء الرحمن وليد كمان يعملها النهارده. تقرير خاص باللقاء ونخش بقى في تفاصيله مع كابتننا كابتن عادل كابتن حماده كابتن اسامه. بعد قليل يطلق التونسي الدولي يوسف أسرائيلي صافرة بداية اللقاء الهام والمرتقب الذي يحل فيه المريد الأحمر ضيفا على فريق حورية بطل غينيا في مباراة الذهاب للدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. يملك نادي القرن سجلا حافلا في البطولات الإفريقية، حيث يملك الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال إفريقيا 8 مرات ويسعى لتحقيق اللقب التاسع. في مشوار القلعة الحمراء مع هذه البطولة محطات بارزة في الدور الربع النهائي. البداية أمام فريق نيزامبي بطل الجابون في بطولة عام 1981، وفاز الأهلي ذهابا بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بهدف لكل فريق ليتأهل للدور النصف النهائي ليواجه فريق جيتيزي أوزو أو شبيبة القبائل حاليا. ولكن جاءت أحداث وفاة الرئيس محمد أنور السادات في أكتوبر عام 1981 ليعتذر المارد الأحمر عن استكمال البطولة. في العام التالي مباشرة عام 1982 قابل الأهلي في الدور الثمانية فريق جرين بافلوز بطل زامبيا وخسر ذهابا بلوساكا بهدف من دون رد، وحقق الفوز في العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليستكمل مشواره في البطولة ويحرز اللقب الأول له بدوري أبطال إفريقيا. في عام 1983 تقابل أبناء القلعة الحمراء في الدور الربع النهائي مع فريق كانونيا ويندي الكاميروني ليحقق فوزا كبيرا في الذهاب بالقاهرة بخماسية نظيفة، وليخسر في العودة بهدف من دون رد. ولولا الخسارة في النهائي بهدف أمام أشانتي كوتوكو الغني لحقق المارد الأحمر البطولة الثانية له. في عام 1987 تخطى نادي القرن في دور ثمانية فريق أفريكا سبور القوي بطل كوت ديفوار بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد الخسارة ذهابا في أبيجان بهدفين نظيفين، والفوز في العودة بنفس النتيجة ليكمل الأهلي مشواره حتى النهاية ليحقق اللقب الثاني له في البطولة. تغير نظام المسابقة بداية من عام 1999 حيث أقيم الدور الربع النهائي بنظام المجموعات مع صعود الأوائل فقط للدور النهائي مباشرة، وخرج الأهلي من البطولة بعد احتلاله للمركز الثاني في مجموعته، هو نفس ما حدث في العام التالي، وحقق الأهلي اللقب الثالث له بدوري أبطال إفريقيا عام 2001 بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته خلف بيترو أتلتيكو الأنغولي، حيث تم تعديل آخر في البطولة بصعود أول وثاني كل مجموعة وإقامة الدور النصف النهائي.
وصعد نادي القرن للمباراة النهائية على حساب الترجي التونسي وحقق اللقب على حساب صن داونز الجنوب إفريقي. شهدت بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005 تفوقا أهلاويا كبيرا حيث احتل المارد الأحمر صدارة مجموعته من دون هزيمة في مجموعة ضمت معه الرجاء البيضاوي المغربي وأنيمبا النيجيري وأياكس كيب تاون الجنوب إفريقي، كلها فرق قوية ومرشحة للقب، ثم تغلب على الزمالك في الدور النصف النهائي والفوز باللقب الرابع له على حساب النجم الساحلي التونسي. استكمل نادي القرن تفوقه واحتفاظه بلقب دوري أبطال إفريقيا، حقق في العام التالي 2006 لقبه الخامس في البطولة. في عام 2007 احتل أبناء القلعة الحمراء صدارة مجموعتهم التي ضمت معهم الهلال السوداني وأسيكا ليفواري والترجي التونسي، ولولا الظلم التحكيمي الذي تعرض له الأهلي على يد عبد الرحيم العرجون الحكم المغربي في المباراة النهائية لا حافظ على لقبه الذي خسره أمام النجم الساحلي. جاء التعويض سريعا في بطولة عام 2008 بعد أن تصدر المارد الأحمر ومن دون هزيمة مجموعته التي ضمت معه ديناموز بطل زيمبابوي وأسيكا ليفواري والزمالك، وحقق الأهلي اللقب الغالي على حساب القطن الكاميروني. في عام 2012 عاد أبناء القلعة الحمراء اللقب مرة أخرى لعرين الأسد بعد أن تصدروا مجموعتهم في دور الربع النهائي. حافظ نادي القرن على لقبه في العام التالي 2013 بعد أن تصدر مجموعته التي ضمت معه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي والزمالك وليوبارد الكونغولي. وفي البطولة الماضية 2017 كان أبناء القلعة الحمراء قريبين جدا من تحقيق الفوز بالبطولة، وبعد أن تم تغيير نظام المسابقة ليكون دور المجموعات بداية من دور 16 ليواجه الأهلي في الدور الربع النهائي الترجي ليتعادل ذهابا ببرج العرب بهدفين لكل فريق، وفي لقاء الإياب يحقق نادي القرن الفوز في رادس بهدفين مقابل هدف. فكل التوفيق للمارد الأحمر في مسيرته نحو تحقيق اللقب التاسع له بدوري أبطال إفريقيا. ما نبدأ فعاليات المباراة كنا طلبنا من متابعينا كباتن ان هم يقولوا لنا التشكيل المتوقع عشان تعرفوا، بس مش اي حد يعني، ناس متابعة وبتاع وكلهم كارترون وكابتن حمادة وكابتن عادل وكابتن أسامة. عايز اقول لكم عبده مثلا توقع الشناوي وفتحي وسعد وكلوبالي ومعلول وعاشور وهشام وليد ازار ومحارب مؤمن ومؤمن زكريا وصلاح محسن. عبده ما مشيش مع نفس الخط بتاع كارترون. مصطفى خفاجه قال الشناوي وسعد وكلوبالي وفتحي ومعلول وعاشور وهشام وناصر ماهر ومحارب ووليد ازارو. ده يعني مشي بالظبط نموذج مصطفى خفاجه، نموذج الشناوي سعد سمير كلوبالي فتحي معلول عاشور هشام ناصر ماهر ووليد سليمان واسلام محارب ووليد ازارو. يبقى مصطفى خفاجه كارترون. احمد سيف قال الشناوي وسعد وكلوبالي وفتحي ومعلول وعاشور وناصر ماهر، وده كمان كارترون احمد سيف. محمد مصطفى قال الشناوي وهاني، يبقى كده محمد مصطفى اوت. محمد صالح قال الشناوي وفتحي وسعد وكلوبالي وعاشور وميدو. ميدو مش موجود اصلا يا محمد صالح. حسن عبد القادر قال الشناوي محمد هاني، يبقى مش مظبوط برضه. اسامه الاهلاوي قال الشناوي ومعلول وفتحي وكلوبالي وناصر ماهر وعاشور وهشام وحمودي اوت برضه. محمد رأفت نموذج هو كمان، محمد رأفت كارترون هو كمان، شناوي وسعد وكلوبالي وفتحي ومعلول وعاشور وهشام وناصر ووليد ومحارب وأزار. أسامة عزت قال يعني مؤمن في التشكيلة، لا مش مظبوط. بنت الأهلي ده تويتر بقى، بنت الأهلي قالت حمودي في التشكيل مش مظبوط. بلال الأهلاوي قال مين وصلاح محسن في التشكيل مش مظبوط. توقعات نور الأهلاوية قالت الشناوي وفتحي وسعد وكلوبالي وعلي معلول وحسام عاشور وهشام محمد وناصر ووليد سليمان وأحمد حمدي، فلت منها إسلام محارب قالت وليد أزار. إبراهيم وائل النموذج برضو الشناوي وسعد وكلوبالي وفتحي ومعلول وعاشور وهشام وناصر ووليد وسليمان وإسلام محارب وأزار. روما قالت صلاح محسن في التشكيل مش مظبوط. دي كانت توقعات الناس كلها اللي معانا. خلينا ناخد بقى
بشكركم طبعا على تواصلكم معانا، وان شاء الرحمن ممتدين معاكم باذن الله، وباذن الله تعالى ان شاء الرحمن نحقق نتيجه كويسه باذن الله ونكمل معاكم سهرتنا النهارده. كابتن عادل، بعد ما قلنا التشكيل اقول لك كمان الاحتياطي، اذكر حضرتك بالتشكيل والاحتياطي. الشناوي الرسمي بقى، التشكيل الرسمي: الشناوي، احمد فتحي، سعد سمير، سليف كلوبالي، علي معلول، هشام محمد، حسام عاشور، ناصر ماهر، اسلام محارب، ووليد سليمان، وليد ازارو. الاحتياطي: شريف اكرامي، ايمن اشرف، مؤمن زكريا، اكرم توفيق، واحمد حمودي، ومحمد نجيب، وصلاح محسن. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا الغالبية توقعت التشكيل، وده بيدلك على ان جمهور النادي الاهلي والجمهور عموما مثقف كرويا، طبعا مثقف كرويا، وبيبقوا قاعدين في المدرج وبيروح ورا الفريق وبيجدوا مشقة في السفر عشان بتلعب في برج العرب او في اي، بقالنا 5 سنين ما بنلعبش في ملعبنا ولا في استاد القاهرة. صحيح. والمشقة ديت ومع ذلك بيبقوا ورا زمايلهم ورا فرقتهم. ده نتيجة انه هذا الجمهور بيعرف خبايا كرة القدم. يعني حتى في الاستوديوهات التحليلية احيانا في بعض الاستوديوهات بتبقى فيها نوع من الاخطاء، الجمهور ده لا يمكن يغلط. يعني الغالبية محطين تشكيل مظبوط، على الرغم مش بيحضروا تمرينات ولا عارفين فكر المدرب ولا عارفين حاجة، بس هو كل واحد بيختار من وجهة نظره الافضل. اوكي. فمعنى كده انه ده طبعا دي ثقافة عالية جدا. حاجة تانية، انا يمكن في الحلقه من يومين مع حضرتك قلت ان في علي معلول جايز يكون مرهق، اتمنى ان شاء الله يكون كويس باذن الله تعالى ان شاء الرحمن ويخلف ظننا، ويبقى ان شاء الله النهارده اداؤه. انما بقيه التشكيل اعتقد انه ورجوع وليد للتشكيل دي قوه ضربه وليد قوية. سليمان وليد سليمان طبعا. وبعدين كلنا توقعنا هشام محمد بحكم ان هشام عنده الخبرات. اكرم طبعا يعني في حتة الاندفاع شوية هتبقى فيها نوع من المخاطرة. خط الظهر انا قلت المرة اللي فاتت مفيش لعب، مش مفروض يبقى فيه لعب خالص، وحصل كده. وبعدين خط الظهر مع الشناوي خلاص بقى فيه تفاهم وانسجام في كرة الثابتة، في الفاولات، في رجوع الكورة، لما بتيجي تبدأ هجمة من تحت كل واحد بيتحرك له، بيبقى فيه نوع من التوافق والانسجام حتى في الرقابة في الكرات الثابتة في الكورنر في الفاولات، بتبقى كل واحد عارف هو مع مين وهكذا. وليد أزارو لازم يبقى فيه مسانده معاه في المباراه، ما يبقاش وليد لوحده، لازم اسلام يبقى فيه اندفاع، هشام يبقى موجود، وليد سليمان يبقى موجود، حسام عاشور يبقى بيامن ال 18 من بره بحيث انها لما تترد يبقى فيه الراجل اللي بياخدها وبيبتدي يرجعها تاني سواء لزمايله او بيبدا الهجمه من اول وجديد. في فيرود مهم جدا عندهم وهو مانديلا. مانديلا واضح ان هو فير كويس، وبالتالي سعد سمير مع كوليبالي لازم يبقى فيه حد معاه ويبقى فيه خطوتين ثلاثه ورا بحيث انه لو حصلت الكوره وتلعبت من وراه يبقى فيه اللي احنا كنا متعودين عليها زمان. دي تقريبا. الحاجه الثانيه طبعا فتحي وعلي معلول في عمليه التقدم في الهجمات والتسديد من بره، علي بيشوط كويس وبيرفع كويس وكذلك فتحي. النغمه اللي دايما في ناس بتقولها ان مباراه صعبه، مفيش حاجه صعبه على النادي الاهلي. انت خدت دوري وخدت افريقيا وخدت من غير جمهور، من غير ملعب، من غير حاجه خالص. انت النهارده النادي الاهلي لما بيلعب فريق قوي بيكسب، ليه؟ لما بيلعب فريق ضعيف عشوائي مش عارف هو بيعمل ايه. انما لما بيلعب فريق قوي وفي نديه وفي نقل الكوره على الارض، إنما مش فرقة بتاخد وتشعلق وتلاقي عشوائية في الأداء. ده أنا متفائل خير إن شاء الله إن النهارده بإذن الله تعالى نتيجة مشرفة إن شاء الله. طيب اتفضل يا كابتن. يعني استكمال كلام الكابتن عادل طبعا على التشكيل الناس يمكن ناس كتير عرفته. يمكن أنا أول حاجة لما أشوف التشكيل ثبات التشكيل. كويس. بنسبة كبيرة جدا التشكيل ده لعب مع بعض فترة كتيرة، ماتشات كتيرة. الفترة اللي فاتت كان طبعا لما سليبي يغيب كان هشام هو اللي بيحل محله، حسام كان عاشور بيغيب كان هشام بيدخل، فاللعبة بين الثلاثة دول حسام وهشام في المنطقة ديت. ناصر ماهر ابتدى ياخد من أول الدوري. صحيح. وده ماشي بشكل كويس جدا. طبعا إسلام محارب يمكن لازم دراسة للخصم. إسلام من الناس اللي عندهم قدرات دفاعية كويسة قوي قوي، يعني بيهاجم وبيدافع كويس قوي، فده انت محتاج في الماتش ده. يمكن هو في حاطط اوراق مهمه للماتش ده، دراسته للقسم
لحريك الغيني. يمكن من خلال التشكيل هو شاف الفرقه ديت، شاف القوه فين، الضعف فين، فده دي انسب ناس بالنسبه لوجهه نظر مستر كارتيرون. يمكن احنا لينا وجهات نظر ممكن في حاجه تاني، يعني وجهات نظر مثلا قلنا طب هاني فين بعيد خالص، ده بره التشكيل. استفاده احمد فتحي ممكن يكون في نص ملعب، يمكن جام عنده الكوره الهجوميه بيوزع بشكل كويس، لكن في بطء سنه، محتاج انت اتنين اقوياء جدا واقفين في العمق. وجهه نظرنا، وجهه نظري مثلا، كنت محتاج اتنين اقوياء جدا في عمق الملعب دفاعيا. الناس الاطراف في وقت الدفاع ازاي بنرجع سام محارب وليد، وبقى قافلين عاملين كثافه عدديه مع ناصر ماهر. عايز تقول ان هو اختار اثنين، اسلام محارب ووليد سليمان عندهم القدره الدفاعيه برضو ان هم يدفنا هاي عشان املى نص الملعب بشكل كويس. صح، ومعايا ناصر، وعندي وليد هو اللي بيعمل ضغط، وليد ازاره في الحته، خصوصا ان هم عندهم الخطوره كلها او معظمها في الجنبين برضو. هم عندهم الاطراف كويسين جدا، عندهم هاي من الناحيه الهجوميه الثلاثه اللي قدام بيعملوا ضغط، حتى من يعني شفت لها كذا ماتش بيعمل ضغط من امام بدري في ملعبه، يعني المنطقه الاماميه بيروح عامل ضغط قوي جدا، ولكن عنده دفاعات كتيره جدا، اخطاء في التمركز الدفاع في الكره الثابته، يعني اربع اهداف في ثلاث ماتشات، منهم ثلاث اربع اهداف كور ثابته، يعني كور ثابته في ملعبه. في مشاكل، عنده مشاكل في الباك ليفت، المساحه اللي وراه هايل. فاكيد ازاي انا خطط اللي انا وانا بدافع اجي اتحول بسرعه للهجوم، وانت واضح كده ان انت كمان انت محضر لهم كويس. هم فعلا عندهم ثلاث ثغرات قاتله، الضربات الركنيه، وعندهم الكهربات الضربات الركنيه، وعندهم الباك ليفت، وعندهم مصيدة التسلل كمان بيلعب على بيلعب على. يبقى انا ازاي استغل سرعه وليد ازارو؟ مش لازم اعمل ضغط من قدام، لازم اعمل مساحه لنفسي اللي انا هشتغل فيها، يعني اقفل مساحات كويس، وازاي بعمل مساحه لوليد سليمان لازارو، انطلاقات ناصر ماهر من ورا مع الراجل، ولكن لازم يبقى عندي مجموعه دفاعيه واقفه بشكل كويس جدا، وانا بهاجم واقفين مركزين بشكل كويس. فريق قوي، فريق زي ما انت قلت ما تغلبش على ملعبه يعني الفتره اللي فاتت، تسع مباريات هزيمه واحده بس قدام الوداد في الوداد، صحيح، لكن في على الارض بيخش في اهداف، يعني بيستقبل مرمى اهداف في ملعبه، فدي بالنسبه لنا فرصه كويسه جدا. ازاي استثمر؟ لازم اجيب هدف النهارده، لازم يعني لازم ابقى ليا اسبقيه اللي انا اقدر اجيب هدف يساعدني في ماتش العوده بشكل كبير. مش عايز افكر في الدور اللي بعد كده، انا ده الدور دوت مهم جدا. وساعه ما عملنا القرعه، فاكر لما عملنا القرعه هنا مع بعض اختار كنا عاملين نقارن الفرق كلها، اول اغسطس وسطيف وحريق، ما كناش عايزين ده، ما كناش عايزين ده عشان نتائجه، صحيح، فحتى كل من اختار. بس انا يمكن انا قلت لك انا عندي احساس هناخد حريه الغيني كوناكي، فده كان اقوى فريق في الثلاثه اللي كنا عاملين نعمل القرعه ديت، وحظنا بقى جه معانا، فان شاء الله يبقى بدايه كويسه. واحنا شايفين دلوقتي ده محمد هاني والناس كلها حصريات بالنسبه لنا، ده مش هتلاقوه في اي مكان تاني، ده يعني اوضه خلع ملابس النادي الاهلي او غرفه ملابس النادي الاهلي استعدادا للمباراه المهمه جدا طبعا في دور الثمانيه، الاهلي والحريه الغيني، وليد ازارو، محمد صلاح، محسن، شريف اكرامي، حسام عاشور، سعد سمير، كل الناس اللي موجوده. اسامه قول لي تعليقك على التشكيل وبعدين نخش في التفاصيل. هو التشكيل طبعا زي ما الكابتن عادل والكابتن حماده اتكلموا ان في ثبات في التشكيل. لو احنا رجعنا لمباراه الترجي، في الترجي هتلاقي نفس التشكيله مع اختلاف عنصرين بس. العنصر الاولاني كان حسام عاشور، كان ايقاف، وكان السوليه موجود هو اللي بيقوم بنفس المهمه، وكان اسلام محارب، وكان داخل مكانه ميدو جابر. فهو دي التشكيله الثابته، وتغيير عنصر او عنصرين في التيم مش هيأثر على التيم، لا. okay. الانسجام موجود، الخطوط علي معلول وسليف كلوبالي وسعد سمير واحمد فتحي بقى لهم فتره بيلعبوا جنب بعض. التشكيله دي في ثبات في نص الملعب، كان حسام عاشور السوليه دخل النهارده، وشام محمد خد الفتره اللي فاتت، اسلام محارب كان برده رجليه في الملعب الفتره اللي فاتت وخد اوقات كتيره، وليد سليمان النهارده راجع من اصابه، ان شاء الله يكون جاهز بنسبه 100% ويكون اضافه في النواحي الهجوميه للنادي الاهلي. وليد ازارو طبعا ماشي بمستوى مميز خلال الفترة اللي فاتت، سواء في الدوري أو في مباراة كامبالا سيتي برضو أحرز هدفين، ففي ثبات النهاردة في التشكيل. محمد الشناوي برضو طبعا يعني رجع من المنتخب، المعنويات مرتفعة، فوز برضو على النايجر، فالمعنويات مرتفعة. النهاردة مهم جدا أنك تحرز هدف بره ملعبك، ده بيسهل عليك المهمة جدا. كنا زمان بنلعب
بنقول اروح اتعادل بره 0-0 واجي ممكن اكسب في ملعبي. لا، ده انت النهارده لازم تفكر ازاي احرز هدف بقى يسهل عليك المهمه بنسبه كبيره. النهارده النادي الاهلي بيظهر له فرص، ازاي استغل الفرص دي وقت المباراه؟ يعني وليد ازارو مباراه الترجي اللي كانت في تونس في المباراه كلها في 90 دقيقه ظهرت فرصتين، فرصه لوليد ازارو احرز منها هدف، والفرصه الثانيه بتاعت نصر ماهر اللي لعبها له وليد سليمان، هما فرصتين من فرصتين قدرت احرز هدف. فالنهارده احراز الهدف، احراز هدف من الفرص اللي ممكن تظهر تبقى تكون ولا، ده مهم جدا جدا جدا. عندنا برضو النهارده عنصر الكرات الثابته مهم جدا، عندنا النهارده سليف كولوبالي، سعد سمير في النواحي الهجوميه، وليد ازارو، علي معلول وعودته النهارده الكروس المميز اللي بيعمله جدا برضو ده في النواحي الهجوميه. في النواحي الدفاعيه بقى عايزين التركيز النهارده 100%، الاخطاء والسرحان اللي كان موجود شويه في كامبالا سيتي ما ينفعش يكون موجود النهارده، كلفني كتير. لازم النهارده دوري المجموعات مختلف عن البطوله بتبقى ماتشين رايح جاي، هناك ثلاث نقاط، هنا بجول كمان ممكن يخرجك لا قدر الله. هي النهارده بقى انت ممكن في دوري المجموعات ممكن ما بقاش موفق في مباراه، اخص مباراه ثانيه تعادل، لكن عندي لسه امال وعندي فرصه ان انا ممكن اعوض بعد كده. لكن النهارده الاخطاء لازم تكون قليله جدا. النهارده برضو يعني كويس النهارده الامطار، ما فيش امطار النهارده، الجو كويس. عايز اقول لك المدير الفني بتاعهم ما فيش امطار، لكن احنا عندنا حصريات فظيعه يا كابتن حمادي. طبعا لازم، ما تقلقش الحصريات ما تقلقش ما تقلقش على ملعب الاهلي حصريات ما تقلقش على ملعب الاهلي. المدير الفني للحريه الغيني نزل دلوقتي، انت عارف ان هو فرنسي برضه، نزل الملعب من حوالي ربع ساعه من دلوقتي عشان يتاكد ان ارضيه الملعب امبارح، وهو امبارح كان فيه امطار كتير جدا كتير جدا جدا جدا، نزل عشان يتاكد عشان يتاكد من ارضيه الملعب، نزل بنفسه عشان يتاكد من ارضيه الملعب. والملعب كويس الحمد لله يعني، قول يا رب. لا بس انا سمعت المراسل بيتكلم على الارضيه بيقول لك شكلها حلو لكن في مطبات كتير في الملعب. دي النجيله الافريقيه يعني ممكن تلاقيها غرتك شويه، نوع العشب نوع العشب والنجيله تنزل تحت تلاقي بيبقى غريب شويه، تنزل تحت من بره يعني سطحيه كده حلوه جميله الصوره حلوه، لكن تنزل تحت تلاقي حاجات حفر، تلاقي بس حاجات بس الامطار. اتفضل يا كابتن حماد. بعد اذنك، دي خبره اللعيبه بتاع يعني اللي بتلعب في افريقيا كتير، هم مروا بالحاجات دي قبل كده فعارفين طبيعه الملعب، عارفين الملاعب عامله ازاي وادائي بيبقى عامل ازاي في الملعب ده، يعني الملعب اللي فيه بقى واخد تمرين بس واحد عليه بفهم طبيعه اللعب، في طبيعه اللعب اللي ممكن اشتغل، لازم اشتغل لمسه ولعبه ما ينفعش على لمسه واحده، في ملاعب معينه الامطار لما بقى في امطار، فدي الخبرات تبقى موجوده في النادي الاهلي اللاعب اللي خاض ماتشات كتير في ظروف زي كده يعني. اتفضل. لو اكيد بقى النهارده الامطار بقى لها 3 ايام في الملعب، فاكيد الملعب النهارده ممكن هنلاقيه برده طاري، هيقدر يساعد لعيبه النادي الاهلي في عمليه الاستحواذ اللي يعني تبقى عنصر مهم جدا في فريق النادي الاهلي. النهارده الكابتن حماده اتكلم عن نقطه مهمه جدا وهم مميزين بيها، اسلام محارب، والدور لما بفقد الكره لازم اكون ليا دور دفاعي مع علي معلول والثنائيات، ووليد سليمان برده بيعمل نفس الدور بكفاءه، بيرجع وبيضم نص الملعب وبرده بيساعد احمد فتحي في النواحي الدفاعيه، دي مهمه جدا، وبعمل كثافه في نص الملعب. اوكي. النهارده عمليه الاستحواذ برده مهمه جدا، ان انا ما افقدش الكره بسرعه. النهارده لو فقدت الكره بسرعه هتبدا كامبالا سيتي، قصدي هتبدا حريه الغينيا تبدا تضغط عليا في نص ملعب، لازم عندي العناصر بتقدر تقف على الكوره، تقدر تستحوذ، بتقدر تنقل الكوره. والنهارده ان شاء الله يعني العنصر اللي بيميز وليد ازارو حته المساحات، ان شاء الله نقدر نشوف المساحات النهارده تكون متواجده في خط ظهر حريه الغيني اللي يقدر يشتغل فيها وهو مميز فيها، خاصه ان خط الدفاع بتاع حريه الغيني ما بيوقفوش دايما الوقفه الصح، يعني تظهر مساحات في خط ظهره. طيب عايز اقول لك تشكيله كمان الحريه الغيني قبل ما نروح لمراسلنا كريم احمد، وعايز اقول لكم كمان ان ترند دلوقتي على كل الناس افريقيا اهلي، والشيء بالشيء يذكر، انا بشكر كل متابعينا، كل متابعي ملعب الاهلي وكل متابعي قناه الاهلي عبر صفحات الالكترونيه وعبر كل الناس المختصه او الناس المهتمه كمان بالرياضه بشكل عام والمهتمه بالنادي الاهلي طبعا بشكل خاص، بشكركم شكرا جزيلا جدا جدا على كل الدعم او كل اللي انتم بتكتبوه عننا. الحاجه الثانيه، خلينا ناخد التشكيله افريقيا اهلي ومدى يعني اهميه الاهلي والبطوله للناس المتواجد دلوقتي على كل السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، باذن الله نكون فرحين معاكم باذن الله او فرحانين معاكم بعد اللقاء. بيرسي ده حاجه، ده الجول يا كابتن اسامه وكابتن حماده وكابتن عادل، نضاي الحارس الاساسي، ودي حاجه كويسه جدا، عنده انذارين عنده انذارين. ابو بكر كمارة الراجل الباك ليفت، جين ده الباك رايت، اسكو ده سيرد باك، ابو بكر كمارة
برضو علي الكمارة، علي الكمارة كلها. خلي بالك يا كابتن سيد في حاجة، أبو بكر الكمارة المساك ده مميز في الكرات الثابتة الهجومية ليهم، لازم أوكي. النهاردة نشوف رقابة من سليف كلوبالي على أبو بكر الكمارة ده. أوكي أبو كمارة، أوكي عبد الله كمارة، كله كمارة كله كمارة. محمد أمادو رقم 26، مانديلا رقم 30، وداودة كمارة، وبولوجي دارسكي بولوجيسكين أو بولوجيسكين ده رقم 20 بولوجيسكين. منسيان ما بيلعبش بقى، منسيان المفروض رقم 21، مش عارف ما بيلعبش ليه يعني، وده بره التشكيل كمان. ومانديلا موجود، مانديلا موجود منسيان عنده أربع، منسيان ما بيلعبش رقم، بص الاحتياطي ولا في الاحتياطي ولا في الاحتياطي، ودي برضو حاجة كويسة، ممكن يكون مصاب، ممكن انذارين ولا حاجه ولا مصاب، او كريم احمد ده المراسل بتاعنا هناك ياخد الجريمه بتاعته اخبار ايه. ناخد كريم مراسلنا هناك يقول لنا الاخبار ايه، وبعد ما نرجع هقول لكم نقاط الضعف في فرقه الحريه الغيني من خلال مشاهدتنا لبعض اللقطات الخاصه بالدوري او الكاس الغيني، او خاصه كمان في الادوار التمهيديه لبطوله افريقيا، من خلال رؤيه لنجومنا كابتن عادل وكابتن حماده وكابتن اسامه. بجد التحيه ليك كابتن سعد عبد الحفيظ، كل نجوم الاستوديو التحليلي، كابتننا الكبار، جمهور النادي الاهلي. عايز ادخل معاك سريعا طبعا يا كابتن سعد في التشكيل اللي لسه يمكن من لحظات خرج من الغرفه طبعا الخاصه بالنادي الاهلي. في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي، سعد سمير، سليف كلوبالي، علي معلول، في المنتصف حسام عاشور وهشام محمد، على الاطراف اسلام محارب، وليد سليمان، في خط الهجوم ناصر ماهر ووليد ازارو. دكه البدلاء الخاصه بفريق النادي الاهلي، شريف كرامي، مؤمن زكريا، ايمن اشرف، احمد حمودي، اكرم توفيق، محمد نجيب، صلاح محسن. وصل بالفعل فريق النادي الاهلي. طبعا يمكن الوقت زي ما قلنا ما فيش وقت كبير بالنسبه لفندق الاقامه، ملعب 28 سبتمبر اللي بيستقبل مباراه النادي الاهلي وحوريه كوناكري الغيني. شايفين عدد من الجمهور، ويمكن كمان كان للقاء مع الكابتن محمد يوسف طبعا القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام، كلمته على الجمهور، قال النهارده يمكن من المتوقع من اسئلتنا ان هيكون في 11000 مشجع طبعا من انصار فريق حوريه كوناكري الغيني. الامور ان شاء الله تكون النهارده مهيئه للنادي الاهلي. باكد لك كابتن سيد، كنا بنتمنى خلال اليومين اللي فاتوا يكون النهارده الطقس ممتاز، ان شاء الله يساعد النادي الاهلي النهارده على اداء مباراه وتحقيق فوز هيكون مهم جدا في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. باكد لك الحمد لله النهارده الطقس مميز، الشمس يمكن متواجده منذ الصباح، الارض يمكن نشفت شويه من الامطار الغزيره اللي كانت امس، لكن بنتمنى ان شاء الله المباراه النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون موفقين في هذه المباراه، ونعود ان شاء الله باذن الله بفوز ومهم جدا في مع مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. وكالعاده كابتن سيد ان شاء الله عقب انتهاء المباراه نحقق فوز اداء ونتيجه، ويكون لنا فرحه ولقاءات عديده مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي، واكيد مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، لاجواءنا وكواليسنا الخاصه لملعب الاهلي وشاشه قناه النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. نعرض هنا بقى على طول. ماشي يا سمير. كابتن عادل خلينا اوريك بعض الحاجات اللي ممكن يستغلها النادي الاهلي النهارده وكارترون، من خلال سرعه ازارو، من خلال مهاره وليد سليمان، من خلال الضربات الركنيه لعلي معلول المتقنه. يعني عندهم بعض المشاكل، عندهم مشاكل في الضربات الركنيه زي ما تذكر كابتن حماده، وواضح انه ادرسهم جدا. عندهم كمان مشاكل في الجهه اليسرى، اربع اهداف من الحته ديت من الباك ليفت. عندهم مشاكل ان هم كمان بيلعبوا على ارضهم بشكل مفتوح قوي، لدرجه ان هم ممكن يبقى الدفاع بتاعهم عالي شويه. فهعرض لك بعد لحظات كده بعض اللقطات الخاصه بالدوري الغيني او الكاس في غينيا، او حتى الادوار التمهيديه للحريه الغينيه. اتفضل. جاهز يا سمير؟ اتكل على الله. يلا. في شك طبعا ان حراسه المرمى غياب الحارس الاساسي، عايز اقول لك انه كان له دور كبير جدا، ده بيخلي في نوع من انواع عدم الانسجام ما بين حارس المرمى وخط الظهر اللي امامه. ان الراجل كان لاعب في كاس العالم، وبالتالي في استمراريه في لعبه. يعني بص واحده زي دي يا ابو كباتن، بص هو مقابل من عالي شويه، مساحات طب مساحات موجوده. اتفضل يا كابتن. الحاجه الثانيه اللي هم بيتميزوا طبعا بالجزء الثلاثي الامامي، لكن خط الظهر واضح انه في مساحات الباك ليفت زي ما حضرتك تفضلت. الاستحواذ في وسط الملعب هيجي بناء على حاله الملعب. لو حاله الملعب زي ما بنقول كده فيها المطبات، يعني حضرتك عايز تقول لو هم كمان بيقابلوا عالي وانت عندك استحواذ، فممكن يبقى سهل قوي تروح بكره في الاستحواذ زي دي مثلا، اهو كده. يبقى الاستحواذ لفتره قصيره جدا، ثم تتلعب لازارو وهو بيجري بالعرض وتتعمل له، يبقى بيضرب التسلل. ازارو هيشكل النهارده خطوره
عالية جدا بإذن الله، بإذن الله تعالى، من تمريرات من وليد ومن ناصر ومن فتحي ومن علي معلول. علي معلول وفتحي عن طريق الكرات اللي هي من نص الملعب أو من التلت اللي في الوسط بيعملها له الواو اللي احنا شفناها من خلال ماتشات الدوري، وكذلك علي. ناصر ماهر وتحضيره في وسط الملعب، واتمنى النهارده من ناصر انه الاحتفاظ بالكوره زياده والمشي بالكوره زياده في ارضيه ملعب ممكن تكون لسه طريه شويه، صح، ممكن تكون فيها مطبات علشان الكوره ما تتردش ويبقى فيها مرتده علينا فيها خطوره، يبقى هي اللمسه والثانيه والتجميع في حته وعلى طول الثالثه او الرابعه تكون بتتلعب لوليد او بتتلعب لازار. الحته دي لو احنا ان شاء الله باذن الله تعالى هنعملها. طبعا شوف انت الحارس من اللي هو بينزل، عارف الجماعه في الاحياء الشعبيه بينزل الراجل منفرد بيه بيروح نازل وفرد رجليه، ما فيش الحته اللي هي اللي فيها نوع من راجل بيفرد جسمه قاطع قدام الفرود. فطبعا كل دي حاجات كلها مركز قوي الجون هو مساعد ازاي. اتفضل. وبعدين نعم مش هيلعب مش هيلعب. انا بقول لك بص، حس ان هو قاعد مركز جدا، هو الحارس الاساسي المنتخب السعودي اللي بيلعب كاس العالم كله. وبعدين طوله ما شاء الله 185 طيب، صحيح الشناوي اطول منه 193. فطبعا ان شاء الله باذن الله تعالى نستغل الاخطاء ديت وتكون في صالحنا باذن الله تعالى. اوكي. طب كابتن حماده، حاجات اللي زي كده يمكن كارتيرون برضو حافظ اكيد الحريه الغيني اكيد طبعا فضل انه يلعب وليد. وليد بقاله فتره ما لعبش على فكره، وليد بقاله حوالي دلوقتي داخل ممكن في ثلاث مباريات لا اكتر، يعني مش مشكله وليد بالنسبه له، بالنسبه له ده احسن. يعني وليد بالنسبه له كمان ان هو جاي من راحه بيبقى كويس جدا على فكره. اكيد طبعا بيبقى يعني عنده باور احلى اعلى، بيبقى عنده كمان يعني واحد من الناس اللي هي الكره عنده ما بينساهاش خالص، فامكانياته وذهنه وقوته موجوده. ممكن الراجل عارف ان بيلعب باك ليفت ممكن يستغله، ففضل ان هو يكون موجود وليد هناك في الحته ديت، يعمل جبهه في المنطقه، يعمل جبهه ويجيب لنا جول او يعمل جول. بص الفتره اللي فاتت كان في منتخب تجمع منتخب يمكن ما كانش فيها حاله الاجهاد اللي شفناها، او الماتشات اللي كانت ورا بعض اللي كل ثلاث ايام ماتش، فكانت حق الوقت كان بالنسبه لمستر كارتيرون فتره كويسه. في لعيبه راحت المنتخب، ولكن ما كانش في الضغط اللي كان موجود. الاهلي قاعد يلعب او كل الفرق في مصر كل ثلاث ايام تلعب ماتش، خد وقت وراحه كده، وبعد كده الاهلي يخش يلعب واحده في بطوله عربيه في افريقيا، فكان في حاله يمكن داخله في حته هتخش في الارهاق لسه ما كانش دخل، ولكن الفتره اللي فاتت كانت فتره كويسه جدا للناس كلها. فعوده وليد اللعيبه الكبيره اللي عندها خبرات مهما يقعد لا بيرجع يبقى جاي، تحس جاي ما عندوش مشكله خالص، ودي بالنسبه له كانت فتره كويسه جدا. وليد مهم جدا النهارده، وليد لازم يعمل جبهه مع فتحي في المنطقه دي. التحول زي ما قلت التحول الهجومي لازم يبقى فيه سرعات. النهارده ازاي تقعد طول الوقت مستني المساحه اللي هلعب فيها بتاعت وليد ازارو، المساحه بتاعت اسلام محارب، بتاعت الثلاثه اللي قدام، تحرك ناصر ماهر من تحت، وليد ناصر رايح فين؟ ناصر عنده ميزه برضه، ناصر ممكن تلاقيه راح ناحيه الشمال واسلام محارب دخل جوه، وتبتدي بالثلاثه في ثلاثة في العمق كويسين في الناحية الدفاعية. وليد بيتحرك، يعني الثلاثة اللي تحت وليد أزارو عندهم الحرية الحركة اللي بنشوفها في الماتشات على طول، يعني ما تلاقيش وليد سليمان طول الوقت وينج رايت، لا على طول بتلاقيه في نص الملعب، بتلاقيه تحت راس الحربة، بتلاقيه مغير الناحية الثانية ناحية الشمال، إسلام محارب نفس الكلام. ده اللي بيعمل خلخلة في أي دفاع. الثلاثة أو الأربعة اللي قدام إزاي بيتحركوا وإزاي باك عكس يطلع معاهم، أو باك من الاثنين فتحي او من علي معلول بيكمل معاهم، دي الزياده العديه اللي بنعملها اللي فيها محتاجين سرعه النهارده، مش محتاجين بطء في نص ملعب في التمرير او التحضير. يعني لازم الكره تبقى سريعه شويه عشان اقدر اضرب خط بسرعه، يعني هو زي ما انت قلت بيلعب من قدام خالص، المساحات هتبقى موجوده عندنا نقدر نشتغلها. النادي الاهلي بخبراته ازاي اقف في وقت معين عندي الصبر اللي انا امتى هشتغل في الكره في المساحه الخاليه. ازاي وليد ازارو هيتحرك من العمق زي واحده زي دي يعني زي دي بالظبط، ممكن تلاقي المشهد ده. برافو عليك، يعني هي دي سمير عكاشة يعني سلام عليك يا سمير، ده ارى افكاري. هي دي مهمه جدا بالنسبه لنا، مهمه جدا بالنسبه لنا في ماتشات اللي بره لنا عشان مع النتيجه. كابتن حماده بس انا باكد على كلامك، مع النتيجه كمان لو ربنا رزقنا بجون ممكن تلاقي الموضوع ده بيتكرر كتير جدا. انا لسه اقول لك يعني هم عندهم شكلهم بيتغير تماما. انا اتفرجت على ماتش الوداد وحريه كوناكري هناك، كانوا بيلعبوا 4-4-2 زون ديفنس قوي جدا، مش عارف اول ما جون جه
الدنيا فوق. الدنيا اتفتحت مساحات وبتاع. هو في ملعبه برضه عارف قيمه النادي الاهلي يعني صحيح. برضه مش هيبقى ايه فاتح لك قوي لو عارف قيمه النادي الاهلي كويس وعارف قوه النادي الاهلي. فممكن هيعمل ضغط عالي عايز يمنعك من التحضير ويمنعك، ولكن الحاجات دي امتى النادي الاهلي يستغل بقى المساحه اللي اقدر اشتغل فيها. لو في لعيبه محتاج مساحات يعني في لعيبه مميزه على النقطه اللي بيتكلم عنها الكابتن حماده فيها حته المساحات. عندك وليد سليمان بيقدر يحط الباص المظبوط لوليد ازار في الوقت المناسب وفي المساحه المظبوط. وعندك برضو ناصر ماهر عنده حته التوقيت والربط مع وليد ازارو بيحطها في المساحه المظبوطه في التوقيت المظبوط برضو. فاحنا عندنا العناصر اللي في نص الملعب تقدر تشغل وليد ازار، ودي نقطه مهمه جدا النهارده حته المساحات اللي يقدر وليد ازار يشتغل فيها في ظهر الباكات الباك رايت او الباك ليفت او التكمله بتاعه وليد سليمان. فهي دي ان شاء الله اللي يلعب عليها النادي الاهلي. لكن نقطه مهمه برضو جدا عمليه التحضير كتير النهارده ممكن من سليف كلوبالي انا اقول له هتلاقي طبعا يعني بطبيعه ان الحريه الغيني بيلعب على ملعبه وسط جمهوره اكيد هينزل ضاغط في اول مباراه. عملية التحضير يعني مش مستحبة كتير من أول مباراة، لازم أنقل الكورة يعني بحضر مرة اتنين بنقلها في نص الملعب في أماكن بعيدة عن مناطق الخطورة بتاعتي، أقدر أشتغل فيها أفضل، فعملية التحضير لازم تبقى قليلة في بداية المباراة. طبعًا النهاردة هشام محمد وحسام عاشور ليهم دور كبير جدًا النهاردة، عشان تقدر توزن المباراة بشكل كويس النهاردة، لازم النهاردة يكون عندك خط وسط يقدر يعني يمتلك مفاتيح اللعب في نص الملعب. لو انت قدرت تعمل عمليه الربط ما بين هشام محمد وحسام عاشور في عمليه الاستحواذ والسيطره، عمليه تقارب الخطوط ما بينهم دايما هتلاقي انت قافل نص ملعبك دايما. عمليه الاستحواذ والقرب سهله جدا. طبعا حسام عاشور النهارده هشام محمد النهارده مش مطلوب منه التكمله الهجوميه زي اللي كان بيعملها السوليه في مباريات ثانيه، لا النهارده انا حسام عاشور وهشام محمد ليهم دور اكتر في نص الملعب. عندي الناس اللي بتشتغل لقدام، عندي النهارده وليد ازار وناصر ماهر وليد سليمان، اسيب العناصر دي هي اللي تشتغل لقدام، لكن هشام محمد وسام عاشور مطلوب منهم النهارده يعني يكونوا واقفين اكتر في نص الملعب. عشان الادوار اللي ذكرها كابتن اسامه حسني من شويه هشام محمد وحسام عاشور كمان احمد فتحي يمكن يكون مختص بيه مانديلا اللي هو يلعب عليه النهارده، والراجل فضل ان هو يلعب باك رايت او كارتيرون فضل ان احمد فتحي يلعب باك رايت عشان مانديلا ده. هعرض لكم حاجات على مانديلا بس بعد ما اشوف التقرير اللي جاي التاسعه يا اهلي، وبعد الماتش ان شاء الله الرحمن هيبقى لنا وقفه مع الجمهور طبعا اللي هيكون لازم يكون له دور في مباراه العوده باذن الله. نطلع نشوف تقرير خاص بالتاسعه يا اهلي ونرجع نكمل كلامنا. والخطيب يلعب ورزعتين وهيجي فول يا فول فول الكره العرضيه ويحطها فول كابتن طاهر ابو زيد ويحطها التسعة يا أهلي هو الشعار الذي يرفعه لاعب الأهلي عند مواجهة الحرية الغيني في ذهاب ربع نهائي دور الأبطال الإفريقي في العاصمة الغينية كوناكري من أجل الفوز فقط لتسهيل مهمة لقاء الإياب على ملعبه يوم 22 من أكتوبر الجاري في خطوة جديدة نحو العودة لمنصة التتويج وحصد اللقب التاسع في البطولة. لاعب الأهلي يدخلون اللقاء وهم يعلمون المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحقيق أحلام الجماهير الحمراء بحصد النجمة التاسعة والعودة للعب مع الكبار في كأس العالم للأندية بالإمارات. هو ما جعل هناك تركيزا كبيرا لدى الجميع في بعثة الفريق بغينيا خلال الزيارة الأولى للأحمر لغينيا خلال تاريخ مشواره في البطولة منذ مشاركته الأولى الأفضل على مستوى القارة الإفريقية. يتربع الأهلي على عرش أندية إفريقيا كونه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الأهم في القارة السمراء برصيد 8 ألقاب وبفارق 3 بطولات عن أقرب منافسيه. بدأت المسيرة عند جيل الأسطورة محمود الخطيب في الثمانينيات حيث حصد الأهلي لقب عام 1982 بالفوز على كتوكو الغني، ثم تكرر الإنجاز في عام 1987 على حساب الهلال السوداني. لكن الطفرة الحقيقية ظهرت مع بداية الألفية الجديدة عندما قاد البرتغالي مانويل جوزيه كتيبة الأهلي لغزو إفريقيا بتحقيق 4 ألقاب ما بين 2001 إلى 2008، ونتج عن ذلك المشاركة في كأس العالم للأندية لأول مرة عام 2005. واستمر الأهلي بعد رحيل جوزيه واعتزال عدد من اللاعبين الكبار في الهيمنة على البطولة الأغلى في إفريقيا
بعد أن حصد لقبين على التوالي عامي 2012 و2013 بقيادة أبناء النادي حسام البدري ومحمد يوسف على الترتيب. الخواجة الفرنسي باتريس كارتيرون ليس بجديد على البطولة الإفريقية، فقد سبق له التتويج بها مع نادي مازيمبي الكونغولي، ويسعى لتكرار نفس الأمر مع الأهلي، خاصة أن لديه عددا من الخبرات الإفريقية ما يجعله يصل لمنصة التتويج، لا سيما وأن الأحمر يملك عددا من اللاعبين الذين لديهم خبرات في القارة السمراء وكيفية حصد اللقب. الطرفين بتوعنا او الباكين بتوعنا هيبقى لهم دور كبير جدا، سواء كان على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي، من خلال بقى العمق الهجومي اللي بيعمله علي معلول، التكمله اللي بيعملها احمد فتحي. لكن الاساس النهارده في المباراه الخارجيه هي الحته الدفاعيه لعلي معلول واحمد فتحي، وخصوصا لما يكون عندهم اثنين صراع جدا وكويسين جدا كمارا ومانديلا. احمد فتحي هيلعب قدام واحد النهارده ممكن يلعب ناحيه الشمال عند علي معلول، او ناحيه اليمين عند علي معلول، وممكن ناحيه الشمال عند احمد فتحي، يعني عكس احمد فتحي. لكن طبيعي او المستمر فيه اللي هو مانديلا، اللي هو الهداف بتاعهم اللي هو 4 أهداف ده، بيلعب ناحيه احمد فتحي. فراجل مميز جدا، سريع جدا، بيعرف يجيب جون. رتم لعبه مش عايز اقول زي مؤمن زكريا، بيحتاج بيخش للعمق شويه. اتفضل يا كابتن، هو قدامنا كمان على الشاشات. اتفضل. طيب يعني اهو ده، اتفضل. لو هو بيلعب ناحيه اليمين ان شاء الله فتحي الجانب الدفاعي هيكون بيقوم بيه على اكمل وجه، هيبقى مطلوب من حسام عاشور بيبقى مايل سنه تمام ناحيته. الحاجه الثانيه وليد سليمان، واحنا عارفين الدور اللي بيقوم بيه وليد سليمان، ان هو بيجيد جدا الواجب الدفاعي الى جانب الدور الهجومي وصناعه اللعب. اوكي، وليد بيجيد الثلاث حاجات، صناعه اللعب والجانب الدفاعي والجانب الهجومي. مطلوب من ناصر ماهر برضه يبقى ميال ناحيه الحته دي شويه. يعني ناصر ماهر هيبقى بيتحرك بعرض الملعب في ال 75 متر عرض الملعب، لما الكره تكون مع فتحي في الجانب الشق الهجومي او في الشق الدفاعي بيميل ناحيه فتحي. مع هشام مع وليد، ثم بتتعمل باصه واحده لوازارو لضرب التسلل. تمام، يبقى التجمع انا بجمع هنا واحده اثنين ثلاثه واللي تتلعب لازارو. الشق الدفاعي يبقى الراجل ده اخطر واحد، يبقى على طول متواجد فتحي مع وليد مع حسام عاشور او اذا كان هشام، ويبقى ناصر ماهر ميال سنه للحته دي. أوكي، لما كره تبقى ناحيه معلول برضو، لان انا بقول ناصر ماهر النهارده من الناس النهارده لو في حالته هيشكل خطوه مهمه جدا في الفوز النهارده، ان هو في اللمسه الاخرانيه اللي تتلعب لازارو او تتلعب لوليد سليمان هتبقى مؤثره جدا جدا. أوكي، جدا. الحته الثانيه برضو سعد سمير. سعد سمير وارد جدا ان فتحي الكره تتلعب من وراه او تبقى اسرع منه، يبقى برضو سعد سمير يبقى برضو واخد باله ان الكره لو هتتلعب طويله من ورا فتحي يبقى مامن هو الحته دي شويه، ويبقى الترحيل ما بين كوليبالي بيرحل وعلي معلول بيرحل واسلام محارب بيرحل، بحيث ان ما يبقاش فيه ثغره في على ال 18 في وسط ال 18 بتاعنا. الحته دي برضو هتبقى التامين ده هيبقى مهم جدا، وكذلك العكس. وليد ازارو مش مطلوب منه خالص النهارده انه يدافع او كده، لان السردباكين بيبقوا ما بيزيدوش ولا حاجه من دي، وحتى في بدايه الهجمات اعتقد انه الراجل بيستخدم السردباكين او واحد الكمارة، طبعا هي تعالي كمارة حريه كمارة هي فهو هيبقى كتير قوي كمارة، فهو في الكور الثابته اكيد هيبقى كوليبالي مع الراجل اللي هيطلع دوت، ويبقى وليد ازارو المدير الفني بتاعنا بيرجع
أظهره في الكور الثابته بحيث ان هو بيجيد الكرات العاليه. ده تقريبا. طيب كابتن حماده ممكن الراجل ده يلعب ب 4 4 2 تمام بيستخدمه؟ لعب كتير في يعني لعب ماتش الوداد 4 4 2 اوكي. والنهارده مفاجاه التشكيل اللي هو محمد مامود ده حاجه بتقول كمان كويس. طبعا بقول لك انا بحل المباراه بتاعت على النيل الارضي اللي نزل الشوط الثاني وكان اخطر وغلط اخطر لعيب كان مشكله كمان تقول اللي انت عايزه 57 سنه اخطر لعيب كان موجود في التيم لما نزل هو اللي كان بشكل خطوره يعني كانت فرقه مهلهله جدا هجوميا ودفاعيا هو كان يمكن كان هو الوحيد اللي قدر سد التسديدتين على الشناوي طلعهم ببراعه طبعا. حته النهارده الوقفات الدفاعيه مهمه جدا جدا لفريق النادي الاهلي يعني بهتم جدا في الحاجات لما بلعب بره او التركيز ما يجيش زياده عدديه مثلا على فتحي ما يجيش زياده عدديه على معلول لو واحد ضد واحد فتحي قوي بيقدر يشتغل في الحته دي ولكن ما يجيش اثنين عليه يبقى في مشكله كبيره هتقابله فاهم حاجه زي ما قال الكابتن الاطراف الهجوميه ازاي بتقوم بالدور الدفاعي بشكل كويس مع علي معلول وفتحي يقفوا ازاي وقفتهم عامله ازاي لما الكره تشتغل من الاطراف يبقى عاملين احنا مجموعه دفاعيه من الناحيه الشمال من اليمين يعني فتحي ووليد ازاي قافلين كويس جدا ما يجيش على لعيب على رايح على فتحي يعني يعمل لي مشكله نص الملعب العمق يعني مهم جدا عايز تقول كلنا لازم نكون قريبين من بعض قريب بالظبط بص المهم جدا الفريق المنظم دفاعيا والنادي الاهلي بينظم بشكل كويس طبعا خصوصا الماتشات الخارجيه كمان ماتشات الترجي يمكن كان 90% من التشكيل ده لعب ماتش الترجي ازاي كنا واقفين كويس في نص الملعب قافلين المساحات ان فرقه بتقدر تشتغل فيها مع ان الافراد في الترجي يمكن اعلى من التيم دوت ولكن لازم اقف كويس جدا ما تعرفش ظروف الملعب ظروف الحكم في حاجات اجواء انت مش واخد بالك منها خالص صحيح بتقابلك في افريقيا بالذات بس الناس اللي عندها خبره عارفه تعرف تتعامل مع المواقف ديت ما اعترضش على الحكم ما تشدش ابقى واقف يعني عندي اتزان نفسي كويس في الملعب ازاي بستغل الكره اللي بتجيلي الهدف ليه ثمن كبير لما بلعب بره ارضي يعني ده بيديني افضليه بشكل كبير بوتر الفرقه الثانيه بيظهر المساحات اكتر فاهم حاجه ده كله بيجي من الوقفات الدفاعيه السليمه في الاول يعني لازم ابقى واقف في الملعب بشكل كويس جدا التنظيم الدفاعي للتيم كله هو اللي هيديني القدره الهجوميه بشكل كويس هقدر اهاجم لما اكون قافل ملعبي بشكل كويس بقطع بشكل كويس بالسرعات اللي موجوده عندي اوراق كتيره تقدر تعمل لي فارق في الناحيه الهجوميه يعني مش لازم الهجوم يبقى بكثافه ولكن اتحول ممكن بثلاث لاعبين يعملوا خطوره على المرمى بسرعه طبعا يعني مش لازم مثلا التيم كله يبتدي ينتشر لا بنقف بشكل كويس ولكن السرعات باثنين ثلاثه لعيبه بقدر اروح اشتغل دي التحول السريع بثلاث لاعبين اقدر اروح اشتغل اجيب هدف اخلق لي فرصه فان شاء الله يبقى في زي ما قلت الوقفات الدفاعيه هي اللي تعمل لي الكلام دوت. طيب ترند على تويتر ملعب الاهلي والاهلي افريقيا اهلي هقرا بعض الحاجات السريعه جدا عشان انتوا كمان تكونوا متواصلين معانا. الاهلي 74 صدقني هتزيد جمال لو لفيت حوالين الاهلي. ساره انصرنا يا الله انتم ابطال افريقيا. افريقيا اهلي الحلم الجميل قلوبنا معكم انتم الان تمثلوا مصر. افريقيا اهلي ده زملكاوي وده تحيه وتقدير ليه كمان بقى الراجل يعني الحته اللي هي دايما لا تخرج منها من اهلاوي وزملكاوي واسماعيلاوي وترسناوي واتحداوي انت بتتكلم دلوقتي بفريق بيمثل مصر. انجي قد يحزنك العالم كله فيسعدك الاهلي لما حزم العالم كله ممكن يزعلك الاهلي بيسعدك. بنت الاهلي العبوا برجوله موتوا على الكوره افريقيا الكبار للكيان الاهلاوي. صمتي كبريائي ليتنا نستطيع تحريك عقارب الساعه ليمر الوقت سريعا ونتظل علينا من جديد وتطل علينا من جديد افريقيا يا اهلي معاني الحياه زي ما عودتونا على الفرحه رجعونا. احمد سعودي انت وحدك قادر على تحقيق هذا الحلم يا اهلي. دينا حلمك يا عمري يا عمر يا لطف والاسم الاهلي مالي الكون حلمك بيكبر. هي دايما بتادي كلمات كده بتمجد فيها الاهلي. اسماء المصري سنراك اليوم منتصرا باذن الله افريقيا بتناديك يا اهلي. دي بعض الحاجات السريعه اللي عشان نبقى متواصلين مع الناس بعد الحلقه ان شاء الرحمن باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الرحمن نكون متواصلين معاكم بشكل اكبر. ده اسامه ده يعني اسمه الحلم الجميل اسمه كده وحاطط يعني الزمالك في صفحته بالتاكيد
لكن بص كلماته حلوه ازاي في وقت انت بتبقى يعني مش عايز اقول مستنيه، لكن بتبقى بتلتف حوالين بعض كلنا في حته بنستناها كل شويه، ان احنا كلنا نبقى في حته واحده او في مركب واحده او في طريق واحد يعني. فصوره في منتهى الجمال، بحييك. انا هو اسمه الحلم الجميل، لكن كنت اتمنى اقول اسمك واعرف اسمك عشان احييك بصراحه يعني. شكرا جزيلا كابتن اسامه. 4-4-2 4-2-3-1 ايا كان، لكن حالتك انت، تركيزك انت، التزامك انت، خطوطك تبقى زي ما الكابتن ذكر وقال واشاده، وخطوطك لازم تكون قريبه طبعا. يعني ما تستعجلش على حاجه، الوقت كل ما بيعدي في صالحك انت مع الفرق الافريقيه او غرب افريقيا او وسط افريقيا تحديدا، مشاكل بتظهر عندهم. في مشاكل بتظهر عندهم والكره مع حريه الغيني انا يعني مش شايل هم وقفه النادي الاهلي، هتلاقي الوقفه الدفاعيه صح، هتلاقي علي معلول واقف في مكانه، سليف كلوبالي، سعد سمير، احمد فتحي في ضامين قافلين الملعب كويس، هتلاقي هشام محمد وحسام عاشور قريبين من بعض عاملين التغطيه قدام خط الدفاع، هتلاقي اسلام محارب بيرجع ووليد سليمان بيرجع ونص الملعب برضه بيدافع نص الملعب، وليد ازارو مرتد على قوس الدايره. لكن النهارده يعني اللي محتاجه بقى تركيز كبير جدا، علي معلول عنده النواحي الهجوميه كويسه وهو عنده بيحب يروح وبيحب يكمل وبيحب يعمل الكروس من مكان مؤثر. النهارده لما علي معلول هيكمل، انت بقى وقفتك الدفاعيه اللي الكابتن حماده بيتكلم عليها ازاي؟ سليف كلوبالي، لازم يبقى عندي سليف كلوبالي، سعد سمير، احمد فتحي، عندي الثلاثه دول مأمنين خط الظهر بتاعي، طبعا معاهم حسام عاشور. النهارده فقدت الكوره وبدا فريق حريه الغيني يعمل الهجمه السريعه عن طريق مانديلا او مامادو او كمارا، يبقى انا عندي التامين الدفاعي والناس بتاعت اللي واقفه بتغطي تغطيه كويسه من كلوبالي، من سعد سمير، من فتحي، من حسام عاشور. مهم جدا يبقى عندي الزياده، لو انا عندي تكمله هجوميه عندي يبقى الزياده العدديه في خط الدفاع، عندي التركيز، ما بقاش سرحان على الهجمه. النهارده لو كلوبالي مراقب لازم سعد سمير عامل الرقابه بتاعته وعامل التغطيه. النهارده برده هم ممكن يشتغلوا برده على المساحات وعندهم السرعه اللي بتيجي من تحت، فلازم دايما يبقى عندي خط الدفاع بتاعي من سعد وكلوبالي لازم يكون مصحصحين 100%. ما ينفعش الباكين طبعا النهارده يكونوا طايرين، احمد فتحي او معلول، لو علي معلول كمل خلاص لازم فتحي واقف وعامل التغطيه بتاعته مع الاثنين التانيين، لو فتحي كمل عندنا علي معلول لازم يوقف شويه مع حسام عاشور، يبقى انا عندي الكثافه او الزياده العدديه في النواحي الدفاعيه. دي نقطه مهمه جدا، لازم النهارده خط الدفاع، ولازم الشناوي يبقى ليه دور بالكلام في المواضيع دي، لازم يصحصح دايما خط الظهر بتاعه. طبعا اسلام محارب لازم نشوف بقى جابها في النواحي الهجوميه، احنا النهارده بنتكلم عن شكل الدفاعي دايما للنادي الاهلي، لكن في وقت من الاوقات هتبقى معايا الكوره، لازم يبقى ليا شكل هجومي، لازم ابحث ان انا اقدر اجيب هدف، لازم نشوف النهارده علي معلول مع اسلام محارب يقدروا يشتغلوا ويعملوا جبهه، لازم نشوف وليد سليمان يستغل المساحه اللي ورا الباك ليفت، ودي نقطه ضعفهم، وهو وليد سليمان مميز في الحته دي، دايما بياخد في المساحات الفاضيه، دايما بيجي من تحت لقدام بسرعه، وهو عنده السرعه سواء سرعه في المساحه او سرعه والكره في رجله، هو بيشكل في النقطتين دول يعني خطوره دايما، هو مميز فيها. فاتمنى النهارده وليد سليمان راجع طبعا من فتره كان مصاب فيها، ان شاء الله يكون فيت 100% النهارده، مريح جاهز بدنيا يقدر بقى يشتغل، وهو عنده يعني ما شاء الله لعيبه النادي الاهلي كلها مش وليد سليمان بس، عندهم الخبرات انهم يقدروا يتعاملوا مع المباراه دي ويتعاملوا مع مباريات اصعب. زي ما الكابتن بيقولوا كانت مباراه الترجي، لو احنا بنتكلم على الترجي، لا الترجي وسط جمهوره على ملعبه كلاعيبه وكعناصر لا اقوى، بس النادي الاهلي كان عنده الشخصيه صحيح اللي في رادس انه يقدر يكسب. النهارده نتمنى نشوف البدايه مهمه جدا. النهارده انت لما بتحس الفريق اللي قدامي ان انا ممتلك نص الملعب في التحاماتي، في ان انا ممكن اهدد مرماك في اي وقت واحرز واخلص المباراه هنا، دي بتبقى رساله. فالنهارده البدايه مهمه جدا طبعا من لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله النهارده يعني يبقى اليوم يعني يوم النادي الاهلي ان شاء الله، يوم ان شاء الرحمن باذن الله سعيد على الاهلاويه. الاهلي هيلعب بازرق النهارده، هم بيلبسوا احمر انا احنا قلنا ان بريفو منساه مش هيلعب او مش موجود على دكه البدلاء، لا هو موجود على دكه البدلاء، يعني هو موجود على دكه البدلاء. بريفو منساه ده صانع لعب المهاري جدا بالنسبه لهم، مش موجود وبيلعب مكانه محمد مامادو، ومحمد مامادو ده سريع، يبقى الراجل ده عايز يلعب بجنبين سرعه قوي من غير صانع لعب، قلب الموضوع من 4-2-3-1
فضل ان هو يحتفظ بريفو منسا اللي هو اللاعب بتاعهم اللاعب الكبير قوي اللاعب المهاري جدا اللي هو رقم 21 على دكه البدلاء. كنا احنا هو ده تمام اوكي. على العموم يلعب بريفو يلعب بمنسا يلعب بمامادو ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون جاهزين باذن الله تعالى. احنا اهدافنا دايما جماعيه لكن كمان في بعض الاوقات ممكن يبقى في حاجه فرديه. النهارده وليد ازارو بيسعى ان هو يكون هداف البطوله لو جاب جول النهارده هيبقى 7 اهداف. بالتوفيق لوليد. نشوف تقرير خاص عن وليد ونرجع نكمل كلامنا مع نجوم. وليد أزارو النسر المغربي الذي استطاع أن يدون اسمه بحروف من ذهب في صفحات تاريخ القلعة الحمراء. انضم أزارو صاحب 23 عاما لصفوف النادي الأهلي صيف عام 2017 قادما من نادي الدفاع الحسن الجديدي بعقد يمتد ل4 سنوات. شارك أزارو مع الشياطين الحمر في البطولة العربية التي استضافتها مصر في الفترة من 21 من يوليو وحتى 6 من أغسطس 2017. تمكن من إحراز أول هدف له بالقميص الأحمر في تلك البطولة وتحديدا في مرمى الفيصل الأردني يوم 2 من أغسطس عام 2017. كانت تلك المباراة هي رابع مباراة له مع الأهلي. في الجانب الأيمن أحمد فتحي يتقدم عرضية ملعوبة للجونيور أجاي. هدف أول من وليد أزارو. منذ ذلك اليوم وأزارو يواصل التألق والصعود نحو القمة. حصل أزارو مع الأهلي في موسمه الأول على 3 بطولات الدوري والكأس والسوبر المصري. وفي نفس الموسم حقق أزارو لقب هداف الدوري الممتاز برصيد 18 هدف. وفي العام الثاني له حصد مع الأهلي لقب الدوري رقم 40 في تاريخه. إفريقيا أحرز المهاجم المغربي 10 أهداف في 12 مباراة وتحديدا في 980 دقيقة ليقتحم قائمة هداف الأهلي في إفريقيا والتي يتصدرها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي برصيد 37 هدف. في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا ينافس أزارو على لقب هداف البطولة ب6 أهداف في المركز الثاني وبفارق هدف واحد عن أصحاب المركز الأول. أزارو المهاري الذي أشاد به الجميع الذي يقاتل مع الأهلي لإضافة المزيد والمزيد من الألقاب والبطولات. بعد المباراة إن شاء الله الرحمن هيبقى لنا وقفة كمان وكلام كتير عن أهمية التواجد الجمهوري في مباراة العودة إن شاء الله الرحمن مع نجومنا كابتن عادل وكابتن حمادة وكابتن أسامة. كابتن عادل واحدة من الأسلحة المهمة قوي واللي تميز بها الأهلي في الفترة الأخيرة مع وجود كارتيرون ووجود كلوبالي ومع نقطة ضعف عندهم هناك في الحرية الغيني هي الكرات الثابتة وجود كلوبالي تحديدا يا كابتن عادل. مش كلوبالي بس في وليد سليمان. وليد سليمان الكرات على 18 وده اللي انا ان شاء الله بتوقع ان وليد سليمان يكون ليه النهارده بالك حاجه حلوه لو ضحك بصمه كده ان شاء الله لان وليد سليمان الفاولات اللي هي على ال 18 سواء من الناحيه اليمين او من وسط ال 18 او من الجانب الشمال بيعملها حلو صحيح بيلعبها حلو قوي وبيتقنها جدا. علي معلول النهارده الكره اللي هو هيقطع ويروح علشان يضرب تسلل مطلوب منه انه يحاول بقدر الامكان انه ياخد فاولات على ال 18 نتيجة التحامات نتيجة ان هو بيحضر لوليد سليمان وهو جاي بحيث ان هو لما بيأمن نفسه ويجي السرد باك يزقه على حاجة يبقى فيه يا اما يا بعمل خطورة يا اما بخلي في كرات ثابتة ممكن جدا ان فريق نادي الاهلي ياخد كرات ثابتة عليها سواء مؤثرة من تسديد مرة واحدة او زي ما حضرتك تفضلت اللي هي الكرات اللي هي بتبقى ممكن كل بالي
وانا شفت الماتشات اللي فاتت في الدوري انه بتتلعب لكوليبالي على العارضه البعيده وبروح عاملها العكس. لو هي دي جمله كانت متكرره واحيانا بيروح لعبها في الجول على طول. ففي الحالتين بتشكل خطوره. يبقى الكره المؤثره اللي هي بتتسدد على 18 من ال 18 مباشره ده بيبقى وليد. اللي هي ابعد شويه من الاطراف من هنا او من هنا او في الكورنر بيبقى فيه كوليبالي بيستغلها. وكمان سعد ما ننساش سعد سمير وفتحي نفس القصه. فوليد ازارو النهارده عليه دور كبير جدا وانا متفائل جدا لوليد ولازارو. اسلام محارب من النوع لما بيخش جوه 18 بيستطيع ان هو بمهارته انه بيعمل ان هو هيشوط ويروح عامل نوع من المراوغه وبعدين بيروح حاططها بيركنها ما بيديهاش بعنف او بعشوائيه بيروح ركنها. وحصل الكلام ده السنه اللي فاتت والسنه دي اكتر من مره وجاب اهداف مؤثره. يا ريت النهارده برضو زي ما قال الكابتن حماده في احيانا انت مش محتاج انك تهاجم بسبعه او بثمانيه. في اوقات ممكن بس مش على طول. انما ممكن انا هجمتي اعملها ثلاثه اربعه من خلال وليد وازارو ناصر فتحي علي معلول ازارو وليد سليمان فتحي. يبقى فيه نوع ما يبقاش تركيز في حته واحده بحيث ما يبقاش فيه اجهاد كمان. يعني انا بوزع جهدي على 90 دقيقه بحيث ان انا هجمه من ناحيه اليمين وبعدين المثلث اللي في وسط الملعب بيكمل في الهجمه وكذلك من ناحيه الشمال. وزي ما قال الكابتن اسامه برضو لما فتحي بيزيد يبقى علي معلول يوقف. مساند شويه. عاشور عليه دور مهم جدا النهارده. انا لما بعمل مان تو مان يعني ايه؟ يعني انا واقف ورا الراجل يستلم ويلعب. لا انا مش بودي جارد. انا عايز الكره لما الراجل بتتلعب له ابقى داخل وكاتف واخد الكره بمنتهى القوه بحيث ان انا مش عايزين تحليق عايزين ضغط كويس. مفيش تحليق حته التحليق ولا بتاع والحاجات دي لا مفيش. انا داخل يا اما باخدها من قدامه يا اما واخدها من بين رجليه يا اما بعد حتى ما باخدها ياخد كتف القانوني دي مسموح في كره القدم. يبقى برضو في عمليه الالتحامات دي مهمه جدا النهارده. الحاجه اللي انا متفائل بيها جدا كمان ماتش الترجي كانت الروح عاليه جدا 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 في ماتش الترجي. بتمنى النهارده الروح ما تقلش عن ماتش الترجي وده اللي انا ان شاء الله بتمناه. طيب في عنصر مهم جدا جدا يكون الكلام معاه النهارده ايجابي جدا يا كابتن حماده، محمد الشناوي. مهم جدا طبعا يبقى ليه دور كبير في الكور العاليه الكور الثابته. لازم نتكلم بصراحه ان النادي الاهلي بقى له فتره بيعاني من التماسك الدفاعي الكور الثابته يمكن كلها ظهرت كلها في مباراه واحده في كامبالا سيتي. يعني الكور الثابته بالنسبه لنا او التماسك الدفاعي ابتدى يعني عندنا وخلال الدوري كانت برضو في مشاكل بتقابلنا. يمكن الكلام ده احنا شفناه ومستر كارتيرون اتكلم عنه قال لك يعني التماسك الدفاعي كان بالنسبه لي مهم جدا في مشاكل عندي بحاول يعني اصلحها بشكل كويس. منها شفناها في ماتشات كتيره يمكن ماتش سيناريو بتاع ماتش الترجي ساعدنا كتير ان احنا جبنا الهدف ابتدينا نقف لكن اول ربع ساعه كان في عندنا مشاكل. صحيح. والضغط بتاع هشام ضغط بتاع حسام عاشور مع ناصر مهم جدا زي ما قال الكابتن. يبقى ضغط قوي في نص ملعبي ما اديش مساحات زي ما قلنا قبل كده في ماتش الاسماعيلي عدم الضغط هو اللي خلى الاسماعيلي جاب هدف من العمق عشان ما بنعملش الضغط بشكل كويس في وسط الملعب. القوه تماسك الدفاع للتيم بيجي منه من الضغط القوي الوقفات السليمه. النادي الاهلي عانى الفتره اللي فاتت من الجزئيه دي وظهرت في ماتشات كتير في الدوري يمكن كلها اتجمعت في ماتش كامبالا سيتي بالثلاث اهداف دخلوا فيك. يعني كانت مشكله في الكور الثابته طبعا بره بيبقى لينا شكل تاني في حته الناحيه الدفاعيه اللعيب من نفسه. الماتشات في ماتشات بتبقى انت محتاج تكسب فيها اي نتيجه وفي ماتشات بتتكلم فيها من غير ما انت بتتكلم اللعيب بره هو عنده الخوف او الحذر شويه في الناحيه الدفاعيه بالنسبه بالذات الناس اللي بيلعبوا مدافعين وعمق الملعب. بس اهم حاجه الضغط يبقى كويس جدا جدا منع تحضير هجمه ليهم السرعات اللي عندهم بقى. بص هو زي ما انت درس هو درسك برضه يعني أكيد. عارف في يعني سهل الدنيا مفتوحه دلوقتي يعني انت مش غريب هو بالنسبه لك انت شفته خلاص كويس عرفت القوه الضعف قصدي القوه اللي عنده والضعف اللي عنده انت عارف كل حاجه. فيا رب النادي الاهلي يعني
يقلل الاخطاء اللي كانت موجوده في الناحيه الدفاعيه ان شاء الله. نقدر نستغل الاماكن الضعيفه عندهم في الكور الثابته. ممكن مباراه زي دي تخلص كوره ثابته يعني. دي مهم جدا التركيز على الكور الثابته الدفاعيه والهجوميه. شرح طيب كابتن اسامه، يمكن شرحنا كل حاجه، احنا فاضل لنا يعني وقت قليل جدا، لكن نتكلم على الوقفه. الوقفه كمان مهمه قوي الاثنين من وجهه نظر، برضو لو حضرتك عايز تضيف اكتر ولا حاجه، لكن الاثنين مهمه جدا جدا وقفتهم، اسلام محارب وناصر ماهر، رغم ان هم يبان ان هم في الجزء الامامي، لكن تمركزهم على واحنا كمان مش معانا الكوره، او تمركزهم واحنا معانا الكوره هيبقى في منتهى الاهميه. هو اسلام محارب يعني عنده الدور دوت سواء في التكمله الهجوميه او انه يبقى ثالث مع هشام محمد وحسام عاشور، هو عنده النواحي الدفاعيه. وشفنا برضو في مباريات كارتيرون كان بيستعين بيه، كان لما كان بيحب يزود الناحيه الهجوميه كان ممكن يستعين باسلام محارب كديفندر ثاني مع كان حسام عاشور او السوليه، هو عنده الملك انه يقدر يلعب في وسط الملعب، فهو اوريدي هو بيرجع وبيشكل جبهه مع علي معلول في النواحي الهجوميه وفي النواحي الدفاعيه. ناصر ماهر هو المطلوب منه النهارده يعني مش هيدافع برضه بنسبه 100% زي سعد سمير ولا زي حسام عاشور، هو المطلوب منه النهارده انه طبعا بيقفل ورا وليد ازارو، بيتحرك دايما تمركز عكس وليد ازارو. وليد ازارو هنا انا بقفل الجبهه الثانيه ناحيه عكس وليد ازارو، لكن النهارده المطلوب من ناصر ماهر التمريره المظبوطه 100% النهارده، وشفناها هو عملها كان في مباراه الاسماعيلي، عملها في مباريات ثانيه، انه يقدر يوصل، هو ده المطلوب منه النهارده. طبعا مطلوب من ناصر ماهر دايما حسام عاشور وهشام محمد لما بيستلموا الكوره النهارده بيشكل زي مثلث، عمليه الاستحواذ وعمليه تدوير الكوره لازم يبقى قريب، دايما هو اللي بيحل دايما عمليه الاستحواذ في نص الملعب، هو ناصر ماهر. ما ينفعش النهارده تبقى الكوره ناحيه الشمال عند اسلام محارب وهشام محمد وانا الناحيه الثانيه، لا لازم اقرب عشان اقدر الربط. يعني الرابط ما بين الخطوط يعني. توقع نتيجه المباراه يا كابتن اسامه؟ ان شاء الله النهارده في اهداف للنادي الاهلي، يبقى فوز النادي الاهلي من المباراه بتاعه حريه الغد كام؟ 1-0 1-0 الاهلي. ان شاء الله يا رب، يا رب تكون 1-0 يا رب باذن الله. لا توقعك انت، دي امنيه لك. لا ما بعرفش الغيب يعني، يعني ان شاء الله النادي الاهلي 1-0 باذن الله. توقع يا كابتن عادل. اتمنى 2-0 ان شاء الله. 2-0 اتمنى 2-0. انا اتوقع نتيجه ايجابيه ان شاء الله الرحمن، ايا كانت سواء كانت مكسب او تعادل ايجابي باذن الله. خلينا نروح للقاء ونستمتع به، وبعديها ترجعوا لنا في يوم هيبقى حلو ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى بعد اللقاء من خلال ملعب الاهلي. استنونا، ما تروحوش في اي مكان تاني بعد اللقاء باذن الله.